حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل. عالم افضل يجيد التعامل مع الابناء ويعرف انه هناك اساليب كتابيه لتربيه الابناء. ما هي تلك الاساليب؟ ما اهميتها؟ ولكن ما هي بعض الاساليب الخاطئه التي يجب ان ننتبه اليها ونعرف مدى خطورتها. أيضا ما هي مسؤولية الأباء والأمهات الكنيسة والمجتمع ما هي المراحل العمرية المختلفة لنمو الأطفال وكيف نتعامل معها وما يقدم لها من تعليم وإرشاد وتقويم وأيضا تأديب وعقاب اللازمة الأمر هذا أحبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع الخادم الرائع الذي عرفناه من سنين طويله كمدرس تربوي كراعي كخادم متجول الاخ الغالي مراد عزيز اهلا وسهلا بيك اهلا بيك يا مراد سعداء جدا ان انت تكون معانا النهارده وتتكلم عن موضوع انا عارفه يهمك قد ايه تعيش. اتعاملت لسنين طويله مع اولادك اولا لكن معنا. مع نفسيه الاولاد وازاي كنت رائع مؤثر وانت وسطيهم كخادم وانت وسطيهم كمعلم وانت وسطيهم كاخ كصديق وفي اسم يسوع منتظرين الليله دي الرب يستخدمك وسطينا بمجد غير عادي امين امين احبائي سعداء ان احنا نتواصل معاكم من خلال الشاشه ولكن ايضا عبر التليفونات حتى نسمع كل ما لديكم من خبرات ولكن ايضا اسئله في هذا المجال ولكن خلونا اولا نستمع لهذه الترنيمه <applause> ينور بيتك فرح ولادك بارك لك عمرك مثل ما بعد نتعرف على أهمية الأبناء والأطفال في الفكر المسيحي من وجهة نظر كتابية، إتفضل حضرة القسيس. آه الكتاب بيكلمنا عن أهمية الأطفال من ناحيتين. الناحية الأولى عن أهمية الطفل في حد ذاته، الأطفال حال كونهم أطفال لهم أهمية خاصة في الفكر المسيحي. والشق الثاني بيتكلم إيه أهمية تقديم التربية للأطفال دي؟ علشان هم قد كده مهمين خليني أستعرض الأول ما جاء في إنجيل متى وإصحاح 18 بيقول كده هو في عدد واحد في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السماوات فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في الوسط وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات بعدين بيتكلم عن فضيلة الاتضاع لكن لفت نظري قوي في الآخر وهو بيقول إيه انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار لأني أقول لكم أن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات فهنا الرب يسوع بيشير إلى أهمية الأطفال بشكل غير عادي كنت في مره كان عندنا مؤتمر مشوره عائليه واسريه وكده وكان في معانا خادم جميل قوي آه الاخ عادل عبد السيد واتكلم من خدم خدمه حلوه قوي قوي على الشاهد ده وابتدى يتامل ايه شكل الطفل اللي يسوع وهو بيتكلم راح جذبه كده حواليه فبيقول ممكن يكون اي طفل كان موجود طفل بابا ومامته ممكن يكون ناس فقراء اهو حد من الناس اللي كانوا موجودين كان ممكن لو انا موجود في الوقت ده كان ممكن يكون ابني او ابنك وبعدين قال وممكن يكون الطفل ده احنا دايما لما بناخد اطفالنا ونزور بيهم حد بن يعني نقعد نهياهم ونسرحهم ونعمله قال لكن دول كانوا ماشيين وراه مده طويله وبتاع فممكن الطفل اللي يسوع جابه كده ممكن ما يكونش بالنظافه اللي احنا بنتخيلها في اولادنا او كده طفل عادي بسيط بريء لكن الله ما كانش بيفرق بين الاطفال هو عنده الطفل اي طفل له قيمه في ذاته. التقليد الكنسي بيقول بعد كده ان الطفل ده هو اتولد سنه 30 ميلاديه تقريبا وهو اللي صار القديس والشهيد اغناطيوس الانطاكي كان اسقف انطاكيا في نهايه العصر الرسولي وبدايه القرن الثاني الميلادي. ده التقليد بيقول كده لكن يعني هو كتاريخ ممكن يعتد به. الفكرة أن الطفل قد إيه مهم في فكرة الله ولما قال لهم أن الأطفال دول ليهم مكانة خاصة عند أبي أشار إلى أن ملائكتهم كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات آه هي في فكرة عند اليهود آه لازم وإحنا بنقرأ الأناجيل ناخد بالنا من حاجتين إن الإنجيل اتكتب لمسيحي القرن الأول المسيحيين اللي أمنوا بالمسيح في القرن الأول لكن حوارات يسوع اللي مكتوبه في الاناجيل كانت مع يهود مش مع ناس بقوا مسيحيين في نهايه القرن الاول او في نص القرن الاول فالكلام هنا هو الحوار يسوع بيتكلم على اساس الافكار اللي موجوده عند اليهود اليهود كانوا بيؤمنوا ان كل حاجه لها ملك، كل مدينه لها ملاك كل واحد خصوصا الاطفال ليهم ملائكه يسمون الملاك الحارس فالله بيتكلم معاهم بالفكر اللي هم يفهموا قال لهم اوعوا تستهتروا بالعلم لا تحتقروا احد هؤلاء ليه قال دول ملائكتهم كل حين ينظرون وجه ابي قد ايه الله كان عايز يشير الى اهميه حضور الاطفال في وجوده رائع يعني آه. يمكن يا يمكن آه. حضره الأسيس معلش استوقفك هنا يمكن مجتمعنا شاطر او يعني, آه يعني فكره الانجاب يعني فكرة عشوائية ممكن الإنجاب وبكثرة ولكن الاهتمام بالعيون دي وبالنظرة دي أعتقد أنها جديدة على كثيرين جدا عيال بتيجي وبتتربى تقريبا معظم حياتها يا في الشارع يا في أي يعني دون اقتراض خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية بالظبط آه آه. بالظبط لا ده هو هنا هو ده كمان أنا عايز أقول ليه اللي في الكنايس دايما يقولوا أن الاولاد دول والاطفال دول بيعملوا شوشره في الكنيسه و... ودايما يقولوا على الاطفال دول كنيسه بكره انا عايز اقول لكل الكنايس ولكل الناس ولكل الاسر الاطفال دول كنيسه النهارده ده يسوع بيرحب بوجودهم في اي وقت هو موجود فيه لما جم يمنعوهم في متى 19 يقول ايه, إيه؟, إيه؟ حينئذ قدم اليه اولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ اما يسوع فقال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملاك يسوع بيرحب بوجود الاطفال دايما في حضوره واذا كان في صلواتنا وفي عبادتنا بيكون في حضور خاص لله في كنائسنا فليه الاطفال ما يكونوش موجودين؟ لا. احنا نبتدي نهز فيهم في كنائس حلت المشكله دي بطريقه جميله قوي ان الفتره بتاعت العباده الاولانيه في التسبيح والصلوات والترانيم بيكونوا الاطفال موجودين وأول ما تبتدي الخدمة في فريق خدام وخدمات مدارس أحد بياخدوا الأطفال دول في قاعة تانية جنب القاعة اللي فيها الاجتماع ويقدموا للطفل بحسب مستواه العقلي وبحسب استيعابه يقدموا له دروس مدارس أحد دي فكرة جميلة لكن أنا بركز على الفترة كمان اللي قبل ما يقسموهم وياخدوهم يدوهم دروس مدارس أحد أنا بركز قوي على الفترة اللي هم موجودين فيها أثناء العبادة في الكنيسة فيطلعوا اولا احنا لازم نحس ان هم اعضاء في كنيسه النهارده مش كنيسه بكره ننسى تعبير فعلا آه. دايما نقول كنيسه بكره خلينا نهتم بيهم نهتم بيهم من ناحيه التعليم والتقويم بالزبط. والارشاد والنصح ولكن لا حضرتك يعني برضو بتحط آه بالتأكيد. تحت الموضوع على لهم فكره كنيسة اليوم. اه طبعا ممكن حد منهم من الاطفال دول يطلع بعد كده يكون هو رئيس الطائفه نعم ممكن حد من الاطفال دي يكون عالم كده الطفل مشروع لمستقبل عظيم الطفل عنده إمكانيات غير عادية في مرة في القرن الحداشر كان روبرت الدوق بورجندي كان طالع للحرب فدعا أشراف المدينة وقادة الجيش وهم قبل ما يروحوا الحرب وخلاهم يسجدوا على السيوف بتاعتهم قدام طفله الرضيع ابنه الرضيع كان لسه في اللفة وقال لهم تقسموا أمامه يمين الولاء علشان لو أنا حصل لي حاجة في الحرب ده هو الملك بتاعكم فواحد من البارونات اللي واقفين ابتسم فراح ال ال الدوق قال له انت بتبتسم على ايه؟ قال له اصل الطفل صغير قوي قال له ده بكره هيكبر وفعلا الطفل ده لما كبر كان هو وليام الفاتح اللي غزا بريطانيا وفتحها في يوم من الايام. فالطفل مشروع عظيم في المستقبل. ممكن أي طفل احنا بنستهتر بيه دلوقتي ممكن في يوم من الأيام يكون هو رئيس الولايات المتحدة أو أمين عام الأمم المتحدة أو 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 عظيم من العظماء أو مفكر كبير الأطفال فيهم إمكانيات كتيرة قوي احنا اللي مش واخدين بالنا منهم بيستمر الكتاب يدي فكرة عن أهمية الطفل لما يقول إيه من أفواه الأطفال ووضع أسست حمدا مزمور 8 عدد 2 يعني الله بيحب يسمع أصواتهم الله بيحبهم موجودين في محضره لا تمنعوهم ولا تنتهروهم بالعكس دول لهم أهمية كبيرة أوي 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 في نظر الله من خلال ما أسميناه بالفكر المسيحي اللي معطى لنا في الكتاب المقدس ده الشق الأولاني اللي بيقول أنه الطفل مهم في حد ذاته الشق الثاني الكتاب بيحملنا مسؤولية كبيرة أوي في تربية النشأ ده إنها مش عملية أولا هي مش عملية سهلة نمرة اتنين عملية محتاجة مجهود نمرة ثلاثة عملية محتاجة وعي وفهم وإدراك بص شوية الآيات دي كم آية في الكتاب المقدس الحقيقة بيشيروا لأهمية التربية عدد كبير منها في سفر الأمثال بيقول إيه في أمثال 19 و 18 أدب ابنك لأن فيه رجاء ولكن على إماتته لا تحمل نفسك أنا قعدت تبحث في النص الثاني من الآية إيه على إماتته لا تحمل نفسك؟ قال لك لو انت ما ربيتش الولد ده في مخافه الله هيطلع خاطي وشرير كبير قوي وهيهلك. فانت تعمل بقى ايه من دلوقتي؟ خد بالك من تربيته. ربيه التربيه المسيحيه. ربيه بحسب فكر الله وبحسب قلب الله. مهم قوي زي ما هنتكلم كمان في الحاجات الكتيره اللي جايه انه احنا لما بنيجي نربي الاولاد لازم يكون عندنا منهج. مهمة قوي منهج أساسي روحي وإحنا بنقدم لأولادنا التعليم ده ما أمثال كمان 29-17 يقول أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك للذات إحنا دايما عندنا في الصعيد في مصر نقول إيه إنه أغلى من الولد ولد الولد على أساس إنه إنه الابن لما يطلع ناجح الأب بينبسط بيتلذذ بابنه يتلذذ بأحفاده عشان كده بيقول له إيه أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات ولما كنا نقول زمان مثلا ايه انكبر ابنك خوي فلما يكبر الابن ويبقى في كتف ابوه دي بتخليه يصر جدا الابن الناجح مصره ابيه الكتاب برضه هو اللي قال كده فقد ايه احنا بنصر لو احنا نجحنا في تربيه اولادنا وشفناهم بيكبروا قدامنا ولانهم حاجه جميله جدا ده بيسبب لنا لذه في كلوسي قالك حاجه جميله او كلوسي ثلاثه واحد يقول ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا هنا بيشاور على الحتة اللي احنا هنتكلم عنها بعدين إيه الأساليب الخاطئة اللي ممكن نقع فيها وإحنا بنربي لا تغيظوا أولادكم لكن وفي آية تانية جت نفس التعبير بس بمعنى تاني في أفسس الستة أربعة يقول وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره أول حاجة ما تغيظهمش عشان ما يفشلوش وما تغيظهمش لكن تربيهم تربيهم تربية معينة الكتاب بيقول بتأديب الرب وإنظاره وده هيجي وإحنا بنتكلم عن طرق التربية والأساليب بتاعتها في مارك كمان آآ آآ زمان كنا نسمع أن نقول لك إيه أصل الحكيم قال أدب ابنك بعصا أو بقضيب من حديد أنا عايز أقول لكل المشاهدين لا توجد في الكتاب المقدس كله آية بهذا المعنى بهذا المعنى أو, أو بعصا من حديد دي مش موجودة خالص أو قضيب من حديد مش موجودة لكن هو اشار لطريقه عقاب لانه برضه في الابن فيه في وقت معين بيبقى محتاج لتربيه بالنسبه للعقاب وده احنا هنجيله بطريقه آه 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 بس احنا هنقول دلوقتي فكر الكتاب في الموضوع ده وبعدين واحنا بنتكلم على الحاجات التطبيقيه هنقول نعمله ازاي يقول ايه في امثال 13 و24 يقول من يمنع عصاه يمقط ابنه ومن احبه يطلب له التاديب شوفي الايه كمان اللي جايه معلش بمعنى ايه معنى ايه يا حضره القسيس يعني في يعني عايزه اقول آه ما أنا لم يعني <applause> هربطهم بع بعض بكم <applause> آية <هوت> مع بعض بكام ايه كده اهوت مع بعض احطهم مع بعض امثال 22 يقول ايه الجهاله مرتبطه بقلب الولد عصا التاديب تبعدها عنه ممكن واحد يقول ايه من يمنع عصاه يمكن يكون بيتكلم عن حاجه معنويه نعم <applause> ولما جه في الجهاله مرتبطه بقلب الولد عصا التاديب برضه برضه واخده شكل معنوي لا شوفي بقى الايه اللي جايه خطيره قوي أمثال 23 13 14 يقول: "لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهوية يرجعك للآية الأولانية اللي أنا قلتها إنه "على إماتته لا تحمل نفسك". <applause> فهو هنا وضح أوي إنك ممكن تضرب بس المهم إزاي تضرب وإمتى تضرب وإمتى ما تضربش ده موضوع كبير قوي الضرب او العقاب لو كان العقاب هو وسيله ضرب في وقت من الاوقات يمكن اقدر اقول دلوقتي ولو احتاجنا كده نكررهم تاني انه غير مسموح بالضرب لحد سن سنتين, سنتين سنتين ونص يعني في الفتره الاولانيه دي خالص ما فيش ضرب هو الطفل مش فاهم حاجه خالص من ثلاث سنين لخمس سنين ممكن يضرب بعصايا بلاستيك كده او المساطر البلاستيك دي اللي ما بتعملش اي حاجة تعمل صوت لكن ما توجعش من خمس سنين في فوق ما فيش ضرب في تفاهم بس يعني هو سمح له بالضرب اه ادبه بعصا لانه في الوقت ده الاطفال بيكونوا متمردين الى حد ما يقال ان ام جون ويسلي كان عندها تقريبا على حسب المرجع اللي انا قريت فيه 16 ابن ففي مرة سألوها طلعت اثنين قديسين جون ويسلي تشارلز ويسلي نعم فبيقولوا لها انت بتعملي ايه مع اولادك القطار دول؟ قالت انا بعمل ثلاث حاجات اول حاجه بصلي لهم كل يوم بالاسم امسك واحد واحد واقعد كده اقول اللي ربنا طلبات عليه طيب قالت نمره اتنين افرغ لكل ابن منهم ساعه في الاسبوع اقعد معاه كاثنين اصدقاء يقعد يحكي ويقول لي اللي هو في قلبه وانا اتكلم معاه واقعد ارشده قالوا طب وثالث حاجه قالت اكثر فيهم روح العناد. لانه لو الطفل فضل معاند لما هيكبر هيبقى مشكله كبيره لاهله وللمجتمع وللكنيسه ولكل مكان. فهنا الفكره انه مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من ان الاطفال ما يكونوش معاندين. هنتكلم بعد شويه في طرق التربيه الغلط اللي بتخلي الطفل بتغذي عنده العناد. هنتكلم عنها، لكن عايز اقول انه مهم قوي ان الطفل لما يكبر ما يبقاش معاند. فممكن في السن الصغير ده اللي هو من, تن... من 3 سنين لخمس سنين لو ما تأدبش بعصايا صغيره زي ما احنا قلنا، الكتاب هو اللي قال كده، ان ضربته بعصا لا يموت. ده معناه يعني ما تكونش قاسي في استعمالك للتأديب البدني. وصلنا احنا هنا جايين في مجتمع آه ممنوع الضرب خالص أو آه في سن من ثلاثه لخمسه مش هيعرف يجيب البوليس لحد هنا في المدرسه بيعلموه انه لو بابا مد ايده عليك او ماما هات البوليس وممكن ياخدوه منه الدوله هي اللي تربيه ثقافه مختلفه خالص طبعا عن الثقافه اللي احنا جايين منها انا بقول له لا اطمن الكتاب على فكره كمان حاجه مهمه أوي أوي غير مسموح لاي كان غير بابا وماما هو اللي مد ايده على الولاد ده بتاعت مدارس الاحد ولا تيتا ولا اي مخلوق تاني السلطان ده الله اعطاه لبابا وماما فقط 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 الاباء والامهات الله اداهم سلطان روحي على حياه ابنائهم الله اداهم السلطان ده هو انهم ممكن يادب ابنه وزي ما قالوا ما تمنعش عنه التاديب ولو اضطريت في بعض الاحيان لاستخدام العصايه بالمفهوم اللي انا لسه حكيته دلوقتي ده انت هتمنع عنه حاجات كتير قوي لما يكبر هتحميه من انه يروح الهاويه او يكون خاطي ويموت في خطيته فقد ايه الكتاب نبه عادي عشان كده يجي في امثال 29 يقول ايه العصا والتوبيخ يعطيان حكمه والصبي المطلق الى هواه يخجل امه لما يكبر امه هتتكسف من الحاجات اللي هو بيعملها رغم ان كلنا عارفين انه ما فيش حد بيحب الطفل او الابن قد مامته ويمكن الرب يسوع خد حب الام مقياس يقارن بيه لما قال هل تنسى الام رضيعها او ابن او تنسى ابن بطنها حتى لا. هؤلاء ينسين اما انا فلا انساكم لا. عايز خد خد اقصى حب في البشريه حب الام لابنها خدوا مقياس عشان يقول لنا خدوا بالكم انا بحبكم اكتر تحضروني هنا قصه جت مرة في صفحة الحوادث في الأهرام بس ده من مدة طويلة إنه ولد عاصي من النوع ده مد إيده على مامته كان دايما بيضربها ويهنها كتير فجت في مرة ما استحملتش الضرب وراحت جابت له البوليس راح البوليس خد الولد ودخل وفي الاسم بقى بيتكلم معاه فالظابط هو بيتكلم معاه الولد حس ان الولد يعني فعلا ولد مش كويس فالظابط بعزم ما ربنا اداله من قوه راح واخد الولد بالألم وهو بيخبط الولد بالقلم حس نار في كتفه بيبص لقى الست بتعضه في كتفه. فبعدين قالها يا ست مش انت اللي اشتكيتيه وانت اللي جايباه هنا عشان نربيهولك؟ قالت له بس مش قادره اشوفه بيتضرب. رغم ان هو لسه ضاربها. عايز اقول لكل الابناء اذا كان في ابناء بتسمعنا قد ايه الام بتحبك ولكن لو قست عليك في مره من المرات بيكون لصالحك. آه احنا في كل مراحل عمرنا اللي كنا محتاجين فيها لتاديب بابا وماما ما بناخدش بالنا ان الاثر بتاع التاديب ده جاي بعدين، هو وضحها الكتاب عندنا في الرساله الى العبرانيين اصحاح 12 وعدد 11 يقول ايه؟ ولكن كل تاديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن، ساعه ما الواد بيتربى ولو البابا مسك عصايه صغيره وضربوا بيها في السن اللي انا قلت مسموح فيه بالضرب وهنقول طريقه معينه زي الضرب، لكن في الوقت ده الولد ما بيبقاش متلذذ بالعقاب لكن شوف يكمل ايه واما اخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام اذا ممكن في الوقت بتاع التاديب الولد او البنت يكون متذمر من انه الله ادى البابا وماما السلطان ده علشان يربوهم لكن بعد كده بيدرك انه برافو عليهم بابا وماما ان هم سمعوا كلام ربنا وادبونا بالطريقه دهيت أنا عايز أقول إنه واحنا بنربي أولادنا لازم نقول لأولادنا إن الله ليه سلطان مطلق على حياتنا إحنا كبابا وماما وعلى حياتكم أنتوا كأبناء ولأن الله ليه السلطان المطلق ده فالله قال لنا إحنا نستخدم السلطان ده في إن إحنا نربيكم فإحنا بنسمع كلام ربنا فالولد يكبر والبنت تكبر عارفين في حاجة اسمها إن أنا بسمع كلام ربنا ده حتى بابا وماما لما بيجوا يعاقبونا دول بيسمعوا ساعتها كلام ربنا مش لان ربنا قاسي لان احنا هنقدم بعد كده هوت في مراحل العمر المختلفه كيف نقدم الله المحب مع كل عمر من الاعمار اللي هتكون بتناسب المرحله دهيت احنا هنا هو عارفين كتاب كلمه الله قالت لنا ان الطفل مهم في حد ذاته قال بابا وماما مهم أوي ان هو يتربى بحسب الكتاب المقدس بحسب كلمه الله بتاديب الرب وانذاره عايز أقولك في حته هنا اهوت امثال 22 قال ايه جميله قوي عدد سته الرب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد ابدا عنه عندنا مثال حلو قوي من كلمه الله تيميساوس قال له وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص يعني شوفي اللي تزرع فيه وهو طفل عمل منه ايه بعد كده قديس في مثال تاني بقى سلبي ام في المانيا راحت تسال على ابنها في مدارس الاحد الولد كان شقي قوي قوي وكان الولد واقف والام بتسال المس بتاعته في مدارس الاحد فالمس بانفعال لان الواد مغلبها قالت لها ابنك ده شيطان الولد ده ما دخلش كنايس تاني بقيه حياته الولد ده لما كبر طلع كارل ماركس ابو الشيوعيه رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد ابدا عنه يا ريت اي بابا وماما ياخدوا المثال بتاع تيميساوس ده هو انك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص رأي حضرة الأسيس كلمتنا باستفاضة ومن كلمة ربنا نعم. أنا مبسوطة أن كل الأدلة الكتابية بتؤكد كل اللي حضرتك بتقوله م. أهمية الطفل لكن كمان أهمية العناية بالطفل بتربيته ها. وكأن حضرتك حطيت مسؤولية ضخمة جدا أنا بشوف أنها يعني بدت وكانها صعبه جدا جدا على مين؟ على اللي ما عندوش او ما عندوش معرفه او وعي بكلمه ربنا علشان كده هرجع اسال حضرتك سؤال يعني فين الاب والام مسؤوليتهم من كلمه الله اللي من خلالها هتكون المدرسه الجميله دي الارض الخصبه اللي الولد هيتربى يعني على اسس ومبادئ كتابيه لا يحيد عنها وعلى ضوء كل اللي حضرتك ذكرته كيف ترى مسؤوليه طبعا الاب والام والكنيسه والمجتمع نعم. بس خلينا نبدا بالاهل بالاب صح انا معك وبرضه هخليني آه واقف على ارض صلبه من كلمه الله رائع ضوء. أنا مبسوطة إنه دايما أنا بس لازم أكون صريحة معاك إنه فعلا دايما بنناقشها من ناحية آه من ناحية طبية نفسية لكن أنا مبسوطة إن النهاردة آه لأ احنا بنقيس وبنحط كل كلامنا وبنركزه على اسس كتابيه سليمه علشان كده ليه انا بركز انه لازم الاهل يكونوا على بينه وعلى درايه نعم. بكلمه الله نعم. النهارده تربيه اساسها كتابي لان احنا بنهتم نقدم حاجه اسمها مشوره كتابيه نعم ودايما بشرح ليه احنا بنستخدم مشوره كتابيه بقول يعني لو انا عندي جهاز مصنوع في اليابان وحصل فيه اي عطل ينفع اجيب الكتالوج بتاع جهاز مماثل ليه بس صنع المانيا ما ينفعش لازم اجيب الكتالوج اللي المصنع عمله مع الجهاز نفس الحكايه الله لما جه يخلق الانسان راح عمل معاه كتالوج الكتالوج ده هو الكتاب المقدس اللي الانسان يتصلح على اساسه اي اعوجاج فيه يقوم على حساب الكتالوج اللي ربنا حطه نرجع اه فاحنا وبستور. بنقدم مشوره كتابيه وبنحط معاه ما, آآ آآ ما قدمه العلماء من برضو نظريات بتفيد وهي تتمشى تماما مع كلمه الله لانه في بعض الاحيان احنا ما نستهترش بالتقدم العلمي اللي ربنا سمح بيه وكان في ناس كتير الله اداهم نعمه واداهم فكر متفتح واداهم علم ان هم يخرجوا حاجات هناخد منها ما يساعدنا فقط ولكن الاساس بتاعي هو برضه كلمه الله والكتاب المقدس حاجه يعني آه مش عارفة أقول لكن لا نهمل آه مش مش هنهمل الجزء الاكاديمي كمان طبعا. خليني اقرا لك ايه حلوه قوي قوي بتبين دور الاباء ده جت في سفر التسنية أساس في التثنية إصحاح 6 بيقول إيه؟ إيه هي الوصية الأولى والعظمى؟ قال له أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ده تثنية 6-5. قبلها لو ترجعي للآية نمرة 2 يقول لك إيه؟ لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائده ووصاياه التي أنا أوصيك بها أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك، لكي تطول أيامك على الأرض. <applause> شوف اهتم ده اهتم حتى بالجيل الثالث <applause> وراح مكمل بعد كده من عدد سته قال ايه؟ ولتكن هذه الكلمات بيقول له بقى بالك قد ايه التعليم ده مهم فيقول له ايه؟ لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك قصها على اولادك تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وتكلم بها حين وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك على القوائم وعلى الباب ده. نفسه قد إيه الله عايز يقول له التربية اللي أنا ربيتك بيها إزاي تستخدمها في أبنائك وفي أبناء أبنائك ده. واخد بالك فهنا هو ده بيضخم قوي مسؤولية الأبوين لازم نكون عندنا فكرة أنه أن الطفل اللي بيتساب من غير رعاية إحنا دايما الأمهات والأباء بيهتموا قوي بالاحتياجات البيولوجية بتاعة الأطفال خصوصا في السنة الأولى من الولادة ودي هنركز عليها قبل ما الحلقة بتاعتنا تخلص لكن الحقيقة الأطفال في كل مراحل العمر عايز كمان أقولك أكتر من كده وهو لسه في بطن مامته فيه دور روحي على الاباء ان هم يادوه. آه النظريات الاخرانيه في علم النفس بتقول ان الطفل كانت في مقوله يقول ان الطفل بيتولد بذاكره ما فيهاش اي حاجه، مخه ابيض خالص. لكن اثبتت الدراسات ان الطفل بيتولد بذاكره. هتقولي لي ايه الذاكره دي؟ الطفل هو في بطن مامته احنا دايما نقول على بالنسبه لسريان الصوت، الصوت يمشي في الميه ويمشي في الاجسام الصلبه اسرع من الميه ويمشي في الهواء اقل يعني في الصلبه وبعدين الماء وبعدين الطفل في بطن مامته محاط بسائل مائي السائل المائي ده بيخليه يسمع دقات قلبها ولو بابا وماما اتخانقوا وصرخوا البيبي في بطنها برضه بيكون بيسمع وده بيتحفر في الكلام زك... ده مهم قوي جدا بيتحفر فيه قبل ما يتولد الطفل بيتولد بذاكره ولما الام يحصل لها انفعالات نفسيه كتير والادرينالين يزيد في جسمها ومش عارف الـ 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 الانفعالات ده هي بتاثر على البيبي وهو لسه في بطنها اذا الطفل مش بيتولد بذاكره او بش مش بيتولد ومخه صفحه بيضة بالعكس ده الطفل بيتولد بذاكره متاثر بيها اه ودي احدث نظريات علم ابحاث اتعملت على الاطفال واثبتت الكلام ده فالطفل حاجه مهمه قوي ودور الوالدين يبتدي مع الطفل حتى من قبل ما يتولد المهم ان احنا ازاي نعلمه نقومه ندربه نديله معرفه نعلمه ازاي يضبط نفسه لانه مالك نفسه خير من مالك مدينه وهنا اهميه القدوه لانه لو هو شايف بابا بيتنرفز على اقل حاجه وبعدين يقولك لك ايه الواد طلع عصبي ما اعرفش طلع عصبي لمين لا انا عارف هو طلع عصبي لمين هو طلع لبابا اللي بيغضب على اقل حاجه لان باباه ما هواش قادر يضبط نفسه او ماما او الطفل بيتعلم بالمثال اكتر من التلقين يتعلم لما يشوف قدامه اكتر من اي تعليم مباشر او ان انا بقول له الكلام ده كمحاضره وكانه بهدف التعليم لا <applause> هو هيتعلم من اللي انا بعمله اسرع وافضل واقوى من اللي انا بقوله ولو انا بقول وما بعملش الطفل على فكره عندهم درجه كبيره اوي من الذكاء الطفل هيكتشف إن بابا بيكذب وماما بتكذب عشان كده لازم نكون أنا بقول كده عشان أضخم مش أضخم أنا عايز أحط تواقع. مسؤول أوضح آه. أوضح أمام الآباء والأمهات وكل اللي بيسمعونا قد إيه أهمية دور الوالدين في الإبن وقد إيه خطورة الأخطاء اللي بنرتكبها في تشكيل شخصيات ناس بتيجي غير سوية مش واثقين في الأهل مهزوزين نفسيا مش صالحين لا في مجتمعهم ولا لنفسهم ولا لعيلتهم وزي ما حضرتك قلت بنقول للولاد دول كده أه؟ وبننسى إن إحنا اشتركنا في تشكيل شخصيات مريضة جدا يعني. جدا بعدين انا عايز اقول ايه في بعض الاحيان آه يمكن فتره كده من الفترات في الشرق عندنا وفي مصر نلاقي ان دايما اولاد الاسس ما بيبقوش بيكونوا شويه شويه او آه او ما قوي في ربنا لان بابا الاسيس طول النهار واخد باله من الشعب واخد باله من كل حاجه ومش واخد باله من عياله يمكن دي اتغيرت دلوقتي دلوقتي بقى في وعي اكتر بس انا عايز اقول انه مسؤوليه كبيره برضه على الاباء مش بس في الـ الـ التقويم والضبط لكن في الاناره او الاستناره الروحيه اللي ممكن توصل للابواب للاولاد والبنات في السن الصغير ده ده يوفر عليهم ان هم لما يكبروا يكون سهل عليهم يقبلوا المسيح مخلص شخصي. نعم لو ما تقدمتلوش الاستناره الروحيه دي في السن الصغير هيتاخر قوي على بال ما يقبل ربنا كمخلص شخصي لحياته. رائع الحته دي مهمه قوي. جدا. بصراحة. يعني كاني بدايات كاني زرعه صغيره بحط لها شويه ميه يوم بعد يوم حتى اقدر اخد ثمره انا محتاج اهتم بيها. جدا جدا. يعني في اباء بيشتكوا يقول لك ده انا ابني كده وكنت عايزه يجي للمسيح ويعرف ربنا. ما هو انت ما زرعتيش فيه او انت ما زرعتش فيه في السن الصغير قوي ده الاستناره الروحيه اللي توفر عليكي وقت طويل وتوفر عليه هو وقت طويل. انه يعيش في الايمان من بدري فيبقى لعمر مديد مع الرب يسوع. دي حاجة مهمة أوي أوي على فكرة إن احنا ناخد بالنا منها. عايز أقول إن الإرشادات الكتابية اللي موجودة في الكتاب المقدس للآباء مهمة أوي مبنية على معايير الله وليس على معايير الإنسان أو خبراته الشخصية. ده مهم مهم أوي. ناس كتيرة أوي بتتكلم عن علماء نفس زي مثلا سيجمند فرويد. النهاردة علماء النفس الجداد بيرفضوا اللي قاله سيجمند فرويد. ما عدا عندنا احنا في الشرق لحد دلوقتي بيعتبروا نظرياته حاجة أساسي. كبيرة قوي لا. لكن الحقيقة فريد لم يكن إنسانا مؤمنا ولم يستخدم الكتاب المقدس كتدعيم لنظريته إطلاقا وحول كل المشاكل وكل التصرفات لحاجة واحدة بس هي الجنس أو اللبيد أو اللزة يعني إدى مفهوم يعني النهاردة بيرفضه كل علماء النفس تقريبا بيرفضوه فانا عايز اقول انه دي معايير انسانيه حطها فرويد وغيره لكن انا عايز الفت نظر كل الاباء والامهات وكل المربين وكل مدرسي مدارس الاحد ان الله عنده معايير الهيه عنده معايير كتابيه حطها لنا في كلمه الله الحيه نقدر نستخدمها ليست معايير بشريه ولا مستمده من تجربتنا البشريه ولكن هناك معايير وضعها الله في الكتاب المقدس وده اللي بيحاول يخلينا نجاوب عن السؤال اللي بيقول انه ليه الوالدين المسيحيين مسؤولين مسؤوليه كبيره قوي عن اولادهم لا. وانا بدور كده وبقرا شويه قبل ما اجي الحلقه لقيت واحد من المربين المسيحيين انا احب أقرأ لك الراجل ده كتبه ايه قال بالبحث في الحقائق الكتابيه وجدت انني قد اخفقت في تربيه ابنائي الثلاثه من الناحيه الكتابيه وهذا ليس لان ما هو موجود في الكتاب يصعب تحقيقه في الحياه ولكن ذلك لقصوري انا الشخصي. مهم الكلام ده قوي. جدا. ده مهم ده نعترف بيه، مهم ندرك آه. خطورته، عايزه اقول ما فاتش الاوام، انا يعني عايزه اقول الكلام ده مش معناه انه خلاص انا خدت مرحله وما ينفعش، لا عندك فرصه آه. تصلح مسارك وتبدا تغرز قبل ما الفرصه تروح. بالظبط. هو كمان لا الفكره اللي أنا عايز أقولها للآباء إنه إنه في بعض الحين أنت بتستصعب إنك تربي ابنك بحسب المقيس الكتابية على أساس إنها يعني حاجة عالية قوي ويصعب الوصول إليها، لا ده قصور منك مش لأنها هي يصعب تنفيذها بالعكس الله عارف إن المعايير الإلهية اللي هو حطها دي مناسبة تماما وحاجة كمان مهمة إنه إنه الله حط المعايير ده هي بالنسبة لكل مرحلة سنية زي ما هنشوف بعد كده ازاي أه كل مرحله تستوعب اللي كل مرحله تستوعب اه, أه اللي, أه اللي بيناسب معاها في التعليم الكتابي او المهم برضه اركز قوي علشان الاباء والامهات اللي بيسمعونا وخصوصا اللي عندهم اطفال لسه صغيرين مش تتو وجده قوي لكن عايز اقول انه الاب والام المسيحيين هم اداه في يد الرب نفسي نفسي الاب والام اللي بيسمعوا دلوقتي يعني يستوعب مدى خطوره الجمله دي انه انت اداه ربنا بيستخدمها في انك تربي ابنك بتاديب الرب وانظاره هما الاداه اللي ربنا بيستخدمها قبل الكنيسه وقبل المجتمع ما هو الخطوره بتحصل عندنا في ايه انه بابا وماما فاكرين ان احنا نربي الولد في البيت عشان يبقى طلع مؤدب لكن الكنيسه بقى عليها ان هي تعلمه بقى القصص والحاجات بتاعت الكتاب المقدس مين اللي قال كده ده تفكير غلط خالص ده الكنيسة والبيت هما الاتنين بيعملوا نفس الحاجة أنا بربي الولد بتأديب الرب وإنذاره وبعلم الولد الحاجات الحقائق الكتابية بعلمه كل حاجة والكنيسة بتأكد على اللي أنا بعمله الكنيسة الولد بيروح لها مرة واحدة في الأسبوع الساعة بتاعت مدارس الأحد لكن هو معايا أنا على طول في البيت فأنا لو قلت إن الحاجات الكتابية تعلمها له الكنيسة بس أبقى أنا أخطأ انا بقيت الاسبوع كله ما بستخدمش معايير الله ولا الحقائق اللي الله ادهاني ولا التربيه الحقيقيه اللي ممكن انا اقدمها من خلال ان انا انسان بيطيع الله وعايز اطلع ابني هو كمان يطيع الله فمرة كنت بلقي محاضره لاباء وامهات فالام جات قالت لي بص الاولاد بتوع الايام دي ما بيسمعوش الكلام خالص روح كل القاعه بقى هيصت على اساس كل اللي حاضرين المحاضره فانا استنتهم لحد ما سكتوا سالتهم قلت لهم طب انتوا الاولاد شافوكم بتطيعوا ربنا الاول عشان هم يطيعوكم عشان هم يتعلموا الطاعه قلت له يوم ما انت تطيع الله صح ابنك هيطلع مطيع لوحده التمرد ده لان احنا اصلنا متمردين احنا مش بنعيش الوصيه كما ينبغي لو الاولاد طالعين شوفونا ان احنا حاطين الله اولويه في حياتنا وان احنا بنحاول نتصرف بالطريقه اللي تخلينا ما نغلطش وان احنا نرضى الله او نكون بحسب مشوره الله وفكر الله الاولاد لوحدهم هيطلعوا كده لازم يشوفوني انا الاول مطيعه يمكن عشان كده حضرة الاسيس محتاجه اتكلم برضو في الحته خدي دي استفاضه حضرتك قلت يعني عباره رائعه مش عايزين ننساها الاب والام اداه في, في يد, يد الله. الله نعم يستخدمها مع اولادهم بالظبط عشان هم كمان يطلعوا اولاد الله بعد كده عشان هم يطلعوا اولاد ولذلك في تسنيه مسيف التسنيه قال قصا على اولادك واولاد اولادك وكل اللي يدخل بيتك وتكتبها على الباب وتكتبها على القائمتين بتوع الباب وتعملها عصابه في وسط راسك كده نعم و... او تكتبها ت... تحطها على ايدك حاجه يعني وانت نايم وانت صاحي وانت واقف يعني زي ده أولوية أو دي أولوية عمرك أو ده شغلك الشاغل بالزبط. لكن برضو خليني أرجع حضرة الأسيس وبرضو يعني عايزة أرد اوي قوي للسؤال ده إزاي الأب والأم يكونوا الأداة النهاردة حضرتك قلت آه إنه لو أنت مش بتطيع الله ما تطلبش ابنك يطيع الله لو أنت ما عندكش خلفية كتابية ومبادئ كتابية مسيحية للأسف هتدي له إيه فاقد الشيء لا يعطي, لا يعطي. النهاردة عايزة أقف عند الحتة دي إزاي يكون الأداة الصالحه بقى هديلك. اللي بتدي آه. خير اللي هي واخده من مصدر يعني عايزه اقول نقي اذا هو بعيد عن ربنا ما عندوش حاجه دي آه. انا هقول لك حاجه مهمه هاخد اكستريم طب. سيء جدا وبعدين ارجع منه على في كتاب حلو قوي اسمه قلب الله الابوي لكاتب اسمه فلويد ماكلين نعم. بيقول فلويد ان هو كان راكب الطياره وراكب جنبه ولد من الاولاد بقى اللي هم الهيبس دول اللي مش عارف البنطلون كاتب عليه ايه وحته مقطعه من البنطلون ومش عارف الحاجات اللي بيعملوها الشباب ليه يعني. فقعد قال ايه لقيتها فرصه ان انا اكلمه عن ربنا. فقال قعدت اكلمه عن ربنا اكلمه عن ربنا فجال الولد في الاخر شاب شاب كبير. قال له يعني انت عملت تقول لي ربنا ربنا ده يبقى زي ايه كده؟ قال له لايك زي بابا. واو. لا الولد اتقلب 180 درجه قال له لو كان زي بابا انا مش عايزه. يعني للاسف. اتاري بابا كان سكير. واعتدى في يوم من الايام على اخته اللي هي بنته <applause> و... وعمل مبيقات لا حصر لها ففلويد ماكن بيقول انا اسقط في يدي مش عارف اقول له ايه اذا كان طلع ابوه بالسوق ده <تصفيق> <تصفيق> هنا اب دمر صوره الله في ذهن الابن لان الكتاب لما بيقول من اول صفه التكوين انه نعمل الانسان كصورتنا كشبهنا وبعدين في الاخر يقول ان احنا خلق الانسان على صوته سأوشا. الاب مسؤول قدام اولاده ان هو يعطي فكره صحيحه عن ابوه الله تجسيد صوره الله الصحيحه امام عيون ولاده وده الدور المهم اللي هو يعني اللي انت كنت لسه بتسالي عنه دلوقتي نعم. ازاي يكونوا هم الاداه؟ الاداه في ان انا له حلاوه الله وابوه الله التي لا يماثلها اي ابوه ودايما في كل مره لما اعمل معاه حاجه كويسه قوي من الحاجات اللي ربنا قال لي ان انا اعملها افهمه ان ربنا عمل معانا اكتر من كده عشان ربنا احلى. فاصحح صوره هو الـ 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 الاباء السيئين اساءوا الى صوره الله. والاباء الصالحين كانوا اداه في يد الله، ده الفرق بقى بين الصالح وبين اللي مش صالح. الانسان الصالح هو اداه في يد الله، الله بقى بيستخدمه والله يزيده نعمه. ويزيدوا حنكه ويباركه ويوسع عليه من كل اتجاه وبالتالي هو هيبتدي ي... 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 ده هيعود كمان على ابنائه فيحس انه بابا السماوي ده حلو قوي قوي لانه عمل كده مع بابا وبابا عمل كده معايا انا بظهر صوره الله بنظهر صوره الله الاب والام عليهم مسؤوليه خطيره جدا طب تسمح لي حضره الأسيس آه برضو احنا بنتكلم دلوقتي في مسؤوليه آه شامله بتقع على عاتق الاب وعلى عاتق الام بنقول اذا كان الاب زي ما شفنا صوره سيئه بيشوه صوره الله في عيون اولاده. م. طيب ماذا عن الام؟ واحيانا بيصور كده للبعض انه الاب هو القدوه هو المثال او المتروك ليه مسؤوليه توضيح صوره الله. ويبقى السؤال ماذا عن دور الام؟ آه هو ده سؤال مهم اوي اوي لان لما هنوصل لمراحل النمو الاطفال الصغيرين في السنوات الباكره بعد سن المهد بيتخيل ان ربنا ده راجل عجوز وكبير اوي وشعره ابيض وبتاع فدايما يجي في ذهنه صوره الراجل. والحقيقه احنا هنقول للاباء لما ولادكم يوصلوا للسن ده لازم تصلحوا الصوره ديت في ذهن ابنائكم هي في وقت ما يعرفوش يصلحوه فيه اللي هو مثلا ثلاث سنين ولا اربع سنين هو مش مدرك لكن بعد كده يبتدي نصلح الفكره عايزين نقول له انه الله ماما وبابا هما الاثنين مع بعض بيعكسوا صوره الله لما قال ان نعمل الانسان كصورتنا كشبهنا هنا كان بيتكلم على الانسان رجل وامراه نعم. مش بيتكلم عن ادم لوحده نعم. الانسان بما فيه الـ الـ المراه والرجل حواء وادم الاثنين دول بيعكسوا صوره الله عشان كده حتى احنا في علوم اللاهوت لما بنيجي نستخدم حاجات في اللغه اليونانيه في صيغه المحايد صيغه المحايد اللي دايما نستخدمها مع اقانيم اللاهوت لانه لا مذكر ولا, ولا مؤنث بس لما نيجي نترجم الكتاب للغه العربيه بنضطر نستخدم صيغه المذكر يعني نقول على روح القدس ما نقولش هذه الروح نقول هذا الروح نعم. او نتكلم صيغه المذكر هو. في اه هو مش هي. اه لكن في اللغه اليونانيه في صيغه ثالثه مذكر ولا مؤنث صيغه المحايد فلما يجي عشان كده اللغه اليونانيه كانت ادق لغه تعبر عن الامور اللاهوتيه ففكره انه انه لما نيجي نتكلم عن الله بنتكلم بصيغه المحايد لانه الله يجمع في ذاته كل الصفات الحلوه اللي موجوده في بابا وكل الصفات الحلوه اللي موجوده في ماما اذا كان بابا عطوف واذا كانت ماما حنونه الله عطوف وحنون مع بعض اذا كان بابا حلو في حاجه وماما حلوه في حاجه الله حلو في الاثنين مع بعض عايزين نفهم ودي دي بتاخد مجهود شويه بس لما يبتدي الطفل يطلع شويه في سن الادراك زي ما هنيجي نمسك بعد شويه ان احنا نقسم مراحل العمر معرفش كنا هنلحق نفصلها الحلقه دي ولا ممكن في حلقات جايه ربنا يسهل امين ادينا ماشيين مع بعض الرب يدينا وقت ولكن برده قبل ما نتنقل من الجزئيه دي لا مهمه جدا اشكرك لاني كل مره يعني كل اجابه بتتكلم بيها بتفتح حاجه يمكن محتاجين م نتكلم فيها طيب احنا بنقول ان الاب والام معا نعم. هما بيحطوا الصوره نقيه الصوره ودي مسؤوليتهم م. صوره غير مشوهه في عيون الاولاد ويبقى السؤال احيانا احد الطرفين عشان ما بقاش بتجنى على طرف لو الاب صعب وحياته صعبه والام هتقدر تقوم بالدور ده ازاي تعرف مسؤوليتها انها ما تحسش انه ده قمه الفشل الاب بالحاله دي لكن لو هي مؤمنه وبتعرف الرب وفي المسيح ازاي يكون دورها وكذلك اذا كان الاب اذا كانت الام غير مؤمنه والأب عايزه اقول لو واحد في العيله كل قصدي انه الاولاد دول ما يجنوش نتيجه نتيجه فشل او نتيجه يعني شخصيه غير سويه في الاتنين طب خليني اقول لك كده شويه حاجات متدرجه يعني. الوضع الطبيعي اللي الله اراده لنا كلنا انه بابا وماما موجودين في البيت بابا وماما هما الاثنين بيرعوا الاولاد ومهما كان بابا مشغول او ماما مشغوله احنا اولويه بالنسبه لهم لما بنيجي نرتب الاولويات ويا ريت الناس تاخد بالها اول الحاجات دي بنقول الله اولا بعد ربنا على طول شريك الحياه شريك الحياه هو على طول بعد ربنا ثالث حاجه الاولاد والبنات ابنائنا رابع حاجه العمل فالاب اللي بيشتغل كذا شغلانه علشان يوفر فلوس اكتر بالعكس ده هو بيخسر كتير قوي في بيته لانه مشغول على طول اذا الوضع الطبيعي ان بابا وماما مهما كانت مشغولياتهم احنا اولويه في حياتهم يربونا نعم ولكن في بعض الظروف القاسيه اللي في بعض الاحيان انه تحصل حادثه احد الطرفين يروح السماء قبل الثاني مثلا غالبا لو الاب هو اللي انتقل الام بتكون أكفأ في تربيه الاولاد دي حقيقه وعندها قدره تحمل اكتر لو الام هي اللي انتقلت بيكون صعب قوي على الاب ان هو يقوم بالدور لوحده دي حقيقه بيبقى محتاج دايما مساعده بس دي حالات احنا ده ده الاستثناء انا ما بتكلمش على القاعده لكن ده الاستثناء القاعده ان بابا وماما موجودين والقاعده الاساسيه ان بابا وماما الاثنين كويسين والقاعده ان بابا وماما بيفهموا والقاعده برضو ان بابا وماما بحسب اللي قلناه من الاول خالص بحسب فكر الكتاب عندهم هذا الوعي وهذه الدرايه انا بتحدث عن اسره مسيحيه الاب والام فيها مؤمنين لا. اما اذا كان فلم احنا لما بيجي لنا في المشوره حد مش مؤمن وبيشتكي من اي حاجه احنا بنشتغل معاه الاول مشوار انه يتقابل الاول مع المسيح مهم وبعد ما يتقابل مع المسيح هيبقى كلمه الله لها سلطان على حياته نعم. ونبتدي بعد كده نصلح له المشاكل هتبقى سهله قوي في تصليحها واخد بالك ف وكاني حضرتك رجعتنا لبدايه لابد منها مم. الشخص اللي بيلتقي بالمسيح الشخص اللي المسيح بيغير حياته دي دعامه او عايزين نقول ركيزه اساسيه في بناء كل العيله بالتاكيد يعني تع... يعني كانه برضو حضرتك بتقول انا بكلم مثلا عيله فاهمه قوي ايمانها المسيحي وهي مسيحيه وعيله مؤمنه ولكن دلوقتي كمان تطرقت لعيله نفسها هتخلي ولادها رائعين فتعالى ابدا من جديد مقابلتك بشخص الرب يسوع سند ومعدد ورصيد وصخره في بناء عيلتك لو انت عايز اولاد صالحين خليني اديلك مثال صارخ الاولاد المسيحيين اللي ذبحوهم داعش على الشاطئ في ليبيا قابلوا واحده من الامهات بتوع الاولاد دول في الصعيد فالست بكل روعه انا ما اعرفش يعني ربنا يباركها الست دي قالت لهم انا بصلي لهم ان ربنا يتقابل معاهم انا مش عايزه ربنا ينتقم منهم انا عايزه ربنا يقابلهم عشان يبقوا كويسين yeah. الام اللي نجحت في انها تطلع ابن في الموقف ده شفناه كلنا وهو راكع بيستقبل الموت وهو بيصلي mm -hmm. مختلف تماما عن البيت اللي نشا فيه الراجل اللي ذبحه بكل تاكيد في وجه مقارنه مفيش وجه مقارنه mm -hmm. اهو ده خارج من بيت وده خارج من بيت nah. شوفي هنا دور الاب والام طلعوا انسان صالح الى هذه الدرجه والتاني طالع مجرم وارهابي وشرير ومدمر للمجتمع ومدمر لبيته ومدمر لكل حاجه لكل حاجه جميله ده التاثير اللي طالع اللي طالع بيه في البيت قد ايه الام رغم ان الام دي ما كانتش مثلا لا هي متعلمه قوي ولا حصل على تعليم عالي لما جابوها انا شفتها بصراحه كنت معجب جدا بيها بسيطة جميلة كانت بسيطة جدا جدا بس عندها اسس كتابية راسخة اقوى من اي حد تاني ده معناه كمان ان هي تربت في عيلة صح نعم فطلعت بتربي ولادها برضه صح الحقيقة الحاجات ده مهمة قوي قوي إن إحنا ناخد بالنا منها إنه زي ما الكتاب قال رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد أبدا رأي حضرة الأسيس وحضرتك كأنك بتحطه قدام كل حد فينا النهاردة وكل مشاهد تحدي كبير بيقول إنك إقدر يعني بص لوجهتين للعملة ناحية بتقول أم دي طريقة كلامها وده حل ابنها قدام الدبح مش قدام حاجة هينة وحطيت مقارنه صعبه جدا ومفارقه كبيره قوي البيت وام الشخص اللي قام بالذبح ويمكن هذا الكلام كفايه بدون التعليق عليه مش مش انه محتاج اختار مش محتاج تعليق. على الاب والام يختار مصير ابنائه يا قاتل يا شخص رائع لاخر لحظه متمسك بمبادئه ومسيحيته ومتمسك اخذ اختي وديعه اهلا وسهلا بيك حبيبتي اهلا فيك مساء الخير اخت ميرفت اهلا بيك ربي يبارككم يباركك حبيبتي مساء الخير اخ مراد الرب يباركك اهلا بيك حبيبتي شكرا اهلا بيك يا اخت وديعه اهلا فيكم الموضوع رائع جدا وحساس كثير لكن انا عندي سؤال اخ مراد بخصوص هاي الايام اللي احنا بنعيش فيها المشكله انه احنا كمسيحيين موجودين في مجتمعين، مجتمع غربي امريكي هون مثلا والمجتمع العربي. المجتمع العربي عماله بي يعني بيزداد فساد بانواع الزيجات زي زواج المسيار وزواج المتعه وزواج السفر والى اخره، مما يخلف مجتمع اردأ مما نتصور. اولاد بلا اباء والى اخره واميات يعني بي مكبلين بقيود المجتمع واحنا كاقليات هناك بدنا نربي اولادنا على محبه المسيح ومعرفه المسيح وعلى الحريه في الحق اللي احنا بنعرفه وبنيجي هون بامريكا مشكله تانية انه انا بقدرش اضرب ابني بجيب لي البوليس. الشرطه يس. لكن انا كام وكوديعه اخذت الصلاه لاولادي كل ليله على ركبي حل مم. لها المشكلة هون بامريكا فايش يعني قديش بتصور مرات انه كانه الام المسيحيه بتمضغ على حجار يعني هالقد الوضع صعب بالنسبه كم بقلنا كمسيحيين نحتاج الى إلى معاناه وصلاه حاره بكفاح يعني مع بالصلاه لاولادنا لا لا في هالايام هاي خاصة اللي بمجتمع مثل مجتمع مصر للاسف يعني فما بعرف ايش رايك اخ مراد شكرا ده كلام مهم قوي اه كلام مهم قوي قوي أوي. خصوصا النقله من ال... آه ثقافه آه انا عايز اقول بالنسبه للثقافه طبعا لما بيجي ال... الشخص اللي من الشرق سواء كان مصر او اردن او لبنان او أو العراق أو أي مكان من الأماكن دهيت لما بيجي الأولاد بيخشوا هنا مدارس وبيتعلموا ثقافة تانية مختلفة. اللي أنا نفسي أقوله لكل الآباء والأمهات اللي جبوا معاهم أبناء في السن ده. عندك حماية واحدة بس على أولادك لأن أنا قلت في الأول إن الله أعطى الأبوين سلطان روحي على حياة أولادهم. لازم الأب والأم يصلوا من أجل أولادهم، يمارسوا سلطانهم الروحي على حياة أولادهم. لانه هم في المدرسه انا مش واخد بالي مش هفضل موجود معاهم ولما يطلعوا من مدارس مثلا ابتدائي ويخش مدارس اللي هي مثلا بنسميها احنا في مصر اعدادي وبعدين يطلع في سنة وهاي سكول الحاجات دي كلها انا مش موجود مع الولد وهو بيتعلم حاجات مختلفه خالص عن اللي انا عايز اديها اهم حمايه لي ان انا بصلي لهم بطلب من الله حمايه خاصه لاولادي وفي نفس الوقت اكون واعي باني اعمل زي ام جون ويسلي أو اخصص وقت لكل ابن او ابنه وقت مهم اوي اقعد احكي فيه معاه عن ايه هو اللي اتعلمه واقعد اقوم الحاجات الغلط اللي ممكن على حسب ضوء كلمه الله انا بديله هنا تربيه روحيه وبحول اوعيه بانه ممكن هذا الامر كان في الثقافه الامريكيه غلط وبرضه في الثقافه الشرقيه كان غلط ما هو يعني احنا لما كنا في الشرق ما مدارسنا مليانه كانت حاجات مش كويسه لكن لولا الحمايه اللي كانت في البيت والتعليم اللي في البيت وان ابائنا بيصلوا من اجلنا كان الوضع اختلف. أكيد. انا بقول للاب لكل اب وام مارس سلطانك الروحي على حياه اولادك. اكيد مارس سلطانك الروحي على حياه اولادك. التاريخ الكنيسه بيقول ان ام اغسطينوس مارست هذا الحق. ده حق كتابي ان هي ليها سلطان على حياه ابنها. بعد تصلي له سنين 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 الراجل ده لما جه يقول انا اخطيت ما اخطاش في حاجه واحد ده كتب كتاب اسمه اعترافات وسمي هذا الذي يكتب الاعترافات صار الاسم الاساسي بتاعه القديس اغسطينوس. ده حتى بيدرس كده في الكليات المدنيه بلقب قديس اصبح ملاصق لاسمه اللي ما فيش خطيه ما عملهاش وطلعها في كتاب كتب كتاب كامل كده اسمه اعترافات القديس اغسطينوس. ليه؟ لانه امه كان لها سلطان روحي على حياه ابنها. خلينا نمارس السلطان ده كاباء وامهات هنا في البلاد بتاعه العم سام او ال آه. او ايا كان او ايا كان, أي كان. آه نمارس السلطان نمره اتنين مهم قوي اللي عملته مامة جون ويسلي انها كانت بتخصص وقت مهم انها تقعد تتحاور مع ابنها او بنتها ساعه على الاقل ده على الاقل ساعه كل اسبوع تتحاور اللي تناقش فيه اللي هو بيفكر فيه كده ومن حيث العقاب محتاجين نعرف برضو هنسمع من حضرتك مع في, مرح... في المراحل العمرية المختلفة وكيفية التعامل, التعامل معاها معه. من حيث التأديب والعقاب والتقويم والنصح والإرشاد والتعليم نعم. محتاجين نسمع حتى برضو الرد على الجزئية دي نعم. شكرا جدا أختي لاتصالك معنا اتصال من أخي أبو مهند الأردن أهلا بيك أخي أبو مهند صباح الخير صباح النور أهلا بيك تحية محبة للأخت ميرفت فوزي والقس الدكتور مراد عزيز أهلا شكراً شكراً. شكراً. سؤال سؤال خطر على بالي عن هذا المرض المستشر الآن مرض الإدمان على الكمبيوتر بالنسبة للأطفال م -م. لأبنائنا حتى أصبحوا لا يعرفون ما الإجابة لا يعرفون ما الدروس ما yeah. كلها كلها اصبحت كل امالهم واحلامهم في هذا الكمبيوتر no. والعاب الكمبيوتر اطفالنا احباؤنا no. اصبحوا كلهم وكل عقولهم مقصوبه على هذا الكمبيوتر ما هو الدواء ما هو العلاج لهذا الادمان أرجو أن تفيدوني لأ... لأ... لأعمل علاج مع أبنائي مع أحفادي ماذا ماذا أعمل؟ أمين أصبح... أخي أصبح, الطفل ابن سنة دائما متعلق بالكمبيوتر وألعاب الكمبيوتر إدمان أصبح إدمان نعم. مستشري في هذا العالم كله أ... نعم. ليك حق أخي أبو مهند الصوت في الآخر بيقطع بس فهمنا فحوى سؤالك اتفضل حضرة الأسيس فعلا يمكن كل التقنيات الحديثة خلت وسعت الفجوة والتباعد والهوة نعم. في مجتمعنا بين الأسرة بين الأولاد وبين الآباء ودي عايزين نقول فعلا قضية أو إدمان آه. هو الحقيقة أنا عايز أقول للأخ أبو مهند أنه العلاج هينفع اكتر مع احفادك من اولادك نعم ليه بقى السبب في هذا الادمان انه التكنولوجيا الحديثه دي لما طلعت بتخلي الاب والام في البيت علشان يلهوا الاولاد عشان هم يعرفوا يشوفوا اشغالهم في البيت مشكلة. اه يدوا الايفون او الايباد او م. فهو بيتعلم يتعامل مع الاجهزه دي في سن مبكره جدا جدا فبيطلع مش عارف ازاي يستغنى عنها او يقعدوه قدام التلفزيون يتفرج كمستقبل سالب عشان برضه ايه يخلصوا من الشقاوة بتاعته فهنا في خطورة انه الاب والام علشان يعرفوا يقضوا الحاجات اللي وراهم هم اللي بداوا فيهم هذا الادمان الادمان خطير في اي نوع من انواعه نعم مش بس آه التقنيات آه آه الحديثه آه آه يعني اي ادمان هو خطر اي ادمان هو خطر فالفكره هنا انه الـ الـ الاب والام لازم يكونوا واعيين ان يكون عندهم بدائل بتبتدي مع الاطفال وهم صغيرين ومع الاحفاد وهم صغيرين البدائل دي تخليهم يعرفوا يكونوا عندهم وسيله تواصل صح مع اللي حواليهم الـ 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 الادمان ده من الصغر بيطلع الاطفال معوقين في التواصل مع الناس او مع المجتمع او مع اللي حواليهم ليه لانه واخد على انه يقعد متلقي سالب مع جهاز صغير طول الوقت مم. على الاباء والامهات ان هما يجوا في سن معين يحددوا الزمن اللي ابنهم يقعد فيه قدام الحاجات دي مم. مش اللي هم يقعدوا فيها بالعافيه علشان يسكتوه مم. فلو ابتدى من السن ده ال ال السن اللي اكبر يعني ما قدامناش حاجه غير ان احنا نديله ارشاد او نفهمه خطوره اللي هو فيه وما نزهقش ان احنا كل ما نقابله نقول له ان ده خطر ده خطر في كل مره ولما تحصل حاجة نتيجة إن هو قاعد الوقت الطويل ده قدام الألعاب الكمبيوترية أو الكمبيوتر نأكد تاني نقول له شايف إحنا قلنا لك إن ده خطر وإنت بتعمل ما عندناش بالنسبة للكبار غير الإرشاد بإلحاح عندنا بالنسبة للصغيرين إن إحنا اللي نتحكم في البرنامج بتاعهم في الوقت ده إنه يكون عندي بدائل أشغل بها أولادي عندي بدائل يكونوا فيها مبتكرين وهم بيلعبوا عندي بدائل في انواع خروجات معينه واماكن معينه يروحوا فيها البدائل دي لازم تكون جاهزه وكتيره لان الساعات اللي الطفل بيقعد فيها قدام الاجهزه دهيت وقت اطول مما ينبغي هو اللي بيسبب لهم الادمان لما يكبروا وانا دايما بقول للناس انه لو في حاجه انت بتعملها باستمرار بطريقه رتيبه لمده 40 يوم هتصبح عاده نعم فلو انا نجحت ان انا اعمل كده مع اولادي لمده 40 يوم هيتخلصوا من الـ الـ الادمان دهوت ده لانه هبقى ربيت عندهم عاده جديده وهي التنوع في الـ 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 الوقت اللي انا بقضيه وان انا بحدد بالذات لهذه الاجهزه وقت محدد لا يتجاوز وما فيهاش فيها تفاهم يعني ما فيهاش ما فيهاش فيها محايله يعني اه انفذ كده يعني يتنفذ كده يعني ما فيش فيها حوار آه او تنازلات آه عايزين آه لان لو فيها تنازلات يبقى احنا اللي بنعمله كله هيفشل بالضبط. لان انا العلاج في اني اظبط الحاجات ديت لمده اربعين يوم فلو عملت تجاوزات هرجع تاني اعيدهم من اول تانيه 40 يوم مش هينفع يمكن دي واحدة من اكبر الاخطاء اللي بيرتكبها الآباء نعم. في التعامل نعم. مع الاولاد وبالذات في السن المبكر ويمكن يس. هنرجع نسمع كل أمين. الاخطاء وازاي نتداركها م. لكن استأذن حضرتك نخرج لفاصل احبائي بنخرج لفاصل قصير ونرجع مع بعض لاستكمال ما بدأناه واساليب كتابية لتربية الابناء معاً من أجل أن نقدم عائلتنا كاملة، صحيحة، نقية للسيد المسيح ربنا وإلهنا. هذا الموضوع الخاص باساليب كتابيه لتربيه ابنائنا حضره الاسيس مره ثانيه بنرحب بيك اهلا وسهلا اهلا بيك يا أختي مروه حضرت الأسيس في النص الأول شاورت بشكل جميل ومحدد وواضح على يعني كم من الآيات الكتابية اللي بتدعم فكرة أهمية الطفل ولكن كم من الآيات الكتابية اللي بتؤكد دور الأهل خلينا نروح على الكنيسة وهي العنصر الاساسي او زي ما حضرتك قلت في الجزء الاولاني انه البعض بيظن ان كل دور روحي هو مسؤوليه الكنيسه، ماذا عن دور الكنيسه؟ الحقيقه دور الكنيسه اكبر بكثير من مجرد الدروس المسيحيه او قصص الكتاب المقدس. الكتاب المقدس نفسه لما يقول في تيميساوس 3 وعدد 16 و17 كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتاديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح هنا دور الكنيسة مرتبط بدور البيت زي ما أنا قلت في الأول لأن الكنيسة الطفل بيقعد فيها وقت محدد كل أسبوع مرة في الأسبوع آه. وقت محدد فإذا كانت الكنيسة بتساعد البيت كتير قوي في الساعة هي في حاجات مهمة لكن زي ما قلت برضو أن الدور الأساسي هيفضل على البيت بس لازم يبان ان اللي بيقدموا البيت واللي بتقدموا الكنيسه مش متعارض ان هما الاثنين في اتجاه واحد ان دول بيعلموا اخلاقيات الكتاب ودول بيعلموا اخلاقيات الكتاب دول بيعلموا مبادئ معينه ودول برضو نفس المبادئ بت بس هنا بيركزوا عليها بطريقه وهنا بيركزوا عليها بطريقه لكن دور الكنيسه مكمل جدا لدور الابوين دي حاجه في غايه الخطوره انه الكنيسه لازم تاخد بالها ان ليها دور في تربية الأولاد دول أي كنيسة ناجحة لازم تعرف أن عندها مدارس أحد ناجحة ده كلام مهم جدا آه. يعني. أي كنيسة ناجحة عندها مدارس أحد ناجحة جدا وفي بقى إيه دلوقتي بقت في أساليب كتيرة قوي هنتكلم عنها بعد شوية للتربية حاجة مهمة قوي قوي فدور الكنيسة بيكمل دور البيت والمجتمع الحقيقة لأنه إحنا مش بنعيش في مجتمعات مسيحية حتى امريكا لما كنا جايين من الشرق على اساس ان احنا هنلاقي مجتمع مسيحي اكتشفنا انه مش مجتمع مسيحي. <applause> آه، العالم وضع في الشرير. نعم. <applause> احنا لازم نحافظ على اولادنا من اي مجتمع سواء في الشرق او في الغرب. الحقيقه اللي بيتفرجوا عليه اولادنا في التلفزيون باستمرار هو اللي بيغذي فيهم آه كل الحاجات اللي مش كويسه اللي احنا مش عايزينها. في بعض الاحيان انا حاولت كده اشوف الحلقات بتاعت والد ديزني بتاعت توم وجيري هي ظريفه قوي قوي مضحكه قوي قوي لكن بتعلم العيال الشقاوه والارهاب اكتر ما بتعلمهم بتعلمهم القسوه يعني شوف العنف. آه العنف شوف القط بيعمل ايه في الفار العنف آه. العنف والعدوانيه والعنف والعدوانيه وبعدين نسال ونقول يا هم العيال طالعين عدوانيين وبيضربوا بعض ليه؟ لأن هما كل ولا الباتمان والمش عارف ايه مان والحاجات الكتيره اللي اولادنا دول بيشوفوها ماخدش بالي انا منها قوي واخده بالك كلها كلها عنف كلها عنف ده تاثير المجتمع الضار على اولادنا لازم البيت والكنيسه ياخدوا بالهم ان هما يحطوا مصفى كتابيه داخل قلوب اولادنا علشان يعرفوا يفرزوا الغث من السمين في الحاجات اللي هم بيشوفوها متأثرين بالمجتمع واحنا لازم نكون على دراية كده دايما نحكي معاهم علشان المصفة دي تشتغل كويس وتصفي الحاجات اللي مش كويسة تطردها والحاجات الكويسة تحتفظ بيها المهم كمان احنا ما نربهمش بطريقة يطلعوا أعداء للمجتمع بالعكس مهمة. احنا اه احنا عاي... عشان دي آه، ازاي بس الارواح الغريبه او الامور الكره والحقد والغيره ازاي برضو ده تاثير كبير على تشكيل نفسيه آه. ولد بيطلع او بنت بتطلع تخرب عيلتها اصحابها اصدقائها كل المجتمع الموجوده فيه لمجرد ان انا زي ما حضرتك بتقول ببث فيها شيء من العنف والعدوانيه او كره الاخر كره الاخر بس هي الفكره ازاي بابا وماما يخلوا الأولاد يكونوا حذرين من تأثيرات المجتمع وفي نفس الوقت ما ياخدوش موقف عدائي من المجتمع. نعم. ودي معادلة صعبة. طبعًا. ودي لو بان إن بابا وماما نفسهم مش في عداوة مع المجتمع لكن بيعرفوا يتصرفوا في المجتمع بطريقة صح وطريقة كتابية وطريقة ترضى الله وبيمتنعوا تمامًا عن أي شيء يغضب الله في المجتمع مه. الأولاد لوحدهم هيتعلموا كده. نحن لا نعادي المجتمع. لما الكتاب بيقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لا. لكن في نفس الوقت لا ننسى ان يسوع قال لست اسال ان تاخذهم من العالم لا. بل, بل ان تحفظهم من الشرير ليسوا من العالم كما اني انا ايضا لست احنا مش اعداء للعالم لان احنا بنستخدمه وعايشين فيه لا. لكن لازم نعرف نظبط امورنا ب بوعي علشان نقدر ايه اللي نقبله في المجتمع وايه اللي نرفضه ايه اللي نسيسه في المجتمع وايه اللي ما نسايسوش ايه اللي نقف قدامه ب... ب... بقوه علشان نقبله من... ده يبان برضه في سلوك بابا وماما عشان نطلع ناس اسوياء للمجتمع مش واخدين منه موقف عدائي لكن حذرين من السوء اللي فيه ودي اه ودي آه خط رفيع قوي بين آه آه دي, 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 دي معادله في غايه الصعوبه اتمنى ان احنا ناخد منها ونصلي من اجلها نقول لله إن هو يدينا الحكمه دي او النعمه دي انه احنا نقدر نعمل كده ما نكرههمش في المجتمع لان هم وسط المجتمع بتأكيد. ده حتى لو احنا حواليهم النهارده لكن في فيه. يوم هم هيكونوا لوحدهم في المجتمع في المجتمع. ده. احنا مش هنرهبهم من المجتمع او نخوفهم او نكرههم في المجتمع بس نعلمهم ازاي يخلوا بالهم من بعض زي ما حضرتك قلت بعض الامور ولكن مش بالشكل اللي ياخدوا فيه موقف عدائي ضد مثلا بالضبط. المختلفين معانا في المذهب في العقيده في اللون في الشكل في اللغه لا احنا نحب نتعامل بمصداقيه وبروعه محبه من القلب ولكن في حدود لينا في التعامل مع العالم هو صدقيني لو بابا وماما بيسلكوا كده وبابا وماما بيبينوا ان هم بيحبوا المختلفين في كل حاجه نعم. ان احنا بنتعامل متعامل... معاهم بكل محبه قد نكون مختلفين في عقيده زي ما انت بتقولي او في الشكل او في اللون او في الجنس او 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 لكن في نفس الوقت احنا بنقبل بعض لانه هي دي الكنيسه، الكنيسه من كل امه ومن استرد. كل لسان، جسد المسيح كل المؤمنين من كل الاجناس والامم. واخد بالك؟ فده احنا بنعلم اولادنا ازاي يقبل الاخر، ازاي لا يعادي هذا المجتمع، ازاي يكون عضو صالح ومثمر في هذا المجتمع، ولكن يكون حذر جدا في مساوئ هذا المجتمع. رأى. خلينا يا حضره الاسيد نتنقل يعني, يعني عايز اقول لموضوع بقى عملي يس. عايزين نسمع عن طرق التربية طبعا اللي بتتفق مع المبادئ الكتابية وبتهيألي من خلال الطرق الصحيحة أو السليمة هتتكشف كمان الطرق الخاطئة لكن محتاجين برضو نشاور على الطرق الخاطئة اللي يجب أن ننتبه لها خليني الأول أتكلم عن الطرق الصح نعم. عجبني جدا مقالة كتبتها واحدة تربوية اسمها روز ماري فقدمت قالت كده أنا بقدم عشر نصائح ذهبية في تربية الأطفال فبتقول أول حاجة التربية بالقدوة التربية بالقدوة دي أهم نوع من أنواع التربية علشان كده أنا بقول لكل الأباء ولكل المعلمين وكل خدام مدارس الأحد ولكل واحد في منصب خد بالك بالظبط أنت بتتصرف إزاي أولا أولادك شايفينك كويس قوي وكل الناس شايفينك كويس قوي فلازم تكون قدوة وده اللي عمله الرب يسوع وده اللي جه في رساله يوحنا لما يقول انتوا انت عايز تبقى يعني كويس اقتفي اثر خطواته. نعم. اعمل زيه. المسيح وهو بيعيش في حياته ادانا افضل مثال للقدوه. فعايز يقول اوعى تكون بتست يعني التربيه بالقدوه اهم جدا جدا من التربيه بالكلام. انا بدل ما اقعد اقول لابني لازم تتعلم انك تصلي لا. هو لو شافني ان انا بصلي كل يوم وعندي مكان محدد في البيت بركع فيه واقضي وقت في الصلاه هو لوحده هيطلع بيصلي وهيعمل زي بابا بالظبط يمكن حضره الاسيس يحضرني كده حاجه ذكرتها بوست كده كان مكتوب عليه حاجه بسيطه قوي يعني صوره لاب وماسك ابنه وقدامه زي بقره كبيره من الميه فبيبص ويقول لباباه لاب بيقول للابن خلي بالك من خطواتك فالابن ببساطة وبراءة بصله وقال له خلي بالك أنت يا بابا لأن أنا بتبع إسرة خطواتك بالظبط فحسيت آه. قدام آه. الكلمات دي بس ما فيش كلام تاني ما فيش كلام خلي تاني. بالك علشان آه. في حد ماشي وراك ورا خطواتك بالظبط هتقع هيقع آه. هو التربية بالقدوة <applause> وده اللي قاله القديس يعقوب في الرسالة بتاعته لما بيقول أنت تقول أنك مؤمن ما كل الناس بتقول إنها مؤمنين <applause> أنا هوريك بأعمالي هوريك نعم. إيماني نعم. أنا هخليك أنت اللي تحكم عليا تقول أنا, أنا مش هتكلم أنا مش هوعظ أنا مش هعلم أنا نعم. هعيش أنا هعيش ومن خلال المعايشة بتاعتي وإن أنا بعمل كده أطفالي بالضرورة هيطلعوا يعملوا كده لوحدهم الحقيقة ففي أهم حاجة ودي الكتاب بيركز عليها أوي أوي التعليم أو التربية بالقدوة في التربية بالحب لو الآباء اتعلموا إزاي يقدموا حب حقيقي هي في غلطة أنا بلاحظها في كل الأباء في فترات العقاب اللي هنتكلم عنها بالتفصيل مع مراحل السنوات المختلفة لما بيجي يعاقب ابنه بيبقى كأنه بينتقم منه مش بيربيه فالرسالة اللي بتوصل إن بابا وماما بيكرهني لأن قسمات وشه وانفعالاته وغضبه بتعلن إن هو بيكرهني لكن إحنا هنتناقش بعد شوية إزاي أقدم العقاب بشكل فيه حب ودي برضه معادله صعبه هنتكلم عنها تتعمل ازاي. لو وصلت الرساله بتاعه بابا وماما وهم بيعاقبوا انه كلها حب حب دي هتفرق قوي قوي في تربيه الولد وفي نفسيته. ازاي نعمل كل حاجه لاطفالنا بحب؟ فيبقى عندنا التربيه بالمثال والتربيه بالحب في التربيه بالصلاه. انا لسه قايل ان الله ادى سلطان للابوين على حياه ولادهم. يا بخت يا بخت الاولاد اللي بابا وماما مؤمنين. يا بخت الاولاد دول ان في بابا وماما بيصلوا من اجلهم. في كمان نمره اربعه التربيه بالصداقه. على بابا وماما ان هم يكونوا اصدقاء لاولادهم. على بابا وماما يكونوا اصدقاء لاولادهم. الحقيقه في غايه الاهميه صداقه الاب والام مع الاولاد. هيتعلموا من خلالها اكتر ما يتعلموا بان أنا من خلال ان بابا وماما اصحاب سلطان وخصوصا بعد كده لما هيوصل لسن المراهقه هيبقى بيرفض السلطه بكل اشكالها وهنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن سن المراهقه فالفكره هنا هو ان انا لو من الاول من وهو صغير اتصاحبت عليه وبقينا اصدقاء مش هيوصل معايا لما يكبر انه يرفضني لان انا مش بمثل سلطه انا بمثل صديق فالتربيه بالصداقه عشان كده الكتاب قال انه يوجد صديق الزق من الاخ, من الأخ. آه في كمان التربيه بالملاحظه مهم. ان انا لازم اخد بالي من كل حركات الطفل وكل ما بيعمله وكل علشان آه ممكن يكون يتعلم حاجات من التلفزيون وتعلم حاجات من المدرسه لو فيها حاجه مهمه قوي ان انا الاحظ ابني مهم مهم جدا تكون عيني عليه وعيني تكون حساسه انها تلقط التصرفات الغلط بسرعه بحيث ان انا اقومه بكل حب برضه علشان نبقى ماشي مع بعض في كمان نمره ستة التربيه بالقصه الاطفال بيعشقوا الحس... القصص القصه تعتبر توجيه غير مباشر يعني لو انا عايز اعلم طفلي الامانه هحكي له قصه عن الامانه من غير ما اقول له شايف بقى البطل عمل ايه في القصه دهيت ده من غير ما اقول له كده لا اسيبه هو هيستنتجها لوحده واخد بالك دي حاجه نسميها التربيه بالقصص وعندنا قصص يعني رائعه لسن الاطفال ان احنا نعلمهم قيم كتيره أوي أوي من خلال القصه ففي التربيه بالقصه وتلاحظي انه معظم دروس مدارس الاحد احنا بناخدها من قصص الكتاب المقدس الكتاب المقدس مليان قصص نعم. في عهده القديم والجديد في كمان التربيه بتفريغ الطاقه انا لازم اكون واخد بالي ان اولادي دول مليانين طاقه فلازم احط في البروجرام بتاعي حاجات او اوقات يعرفوا يفرغوا فيها الطاقه بتاعتهم في اي اعمال يدويه في اي نوع من انواع الرياضه الغير مؤذيه حاجات كتيره قوي والمجتمع هنا الى حد كبير بيساعد على كده اكتر من البلاد اللي احنا جايين منها آه كمان التربيه بملء الفراغ اخطر حاجه بيمر فيها اولادنا ان يكون عندهم وقت فراغ كتير هو اللي بيخليهم ينحرفوا لو انا عندي فكره ازاي أملأ وقت فراغهم بحاجات مفيده وحاجات رائعه اولا هتفيدهم في كل حاجه وفي نفس الوقت انا تخلصت او خلصتهم من الملل بتاع مساحات الوقت اللي في فراغ في كمان التربيه بالمشاركه لو انا بعمل حاجه وهو ممكن ابني يجي يساعدني فيها تبقى حاجه جميله قوي لو ماما مثلا في الاعياد بيعملوا بقى يعني انا فاكر زمان كانت ايامنا احنا كانوا بيعملوا الحاجات دي في البيت الكحك وبسكويت والحاجات ديت، هم دلوقتي بيوفروا وقتهم وبيشتروها جاهزه. لكن لو تصادف ان ماما او تيتا بتعمل حاجه زي كده في البيت ممكن تنده لبنتها او حفيدتها تقعد معاها وتديها حته عجينه صغيره مش عارف تعمل بيها ايه، كانها هي البنت بتلعب وفي نفس الوقت فاكره نفسها انها بتساعد ماما. اشراكهم في بعض الامور اللي بالزارة. بنقوم بيها هي هتطلع بعد كده هوت عندها فكره انه دي تربيه. دي تربية موجهة اسمها التربية بالمشاركة نمرة عشرة في اللي قالتهم الست الجميلة ده هي التربية بالأحداث والمواقف مه. الأب الذكي أو الأم الذكية هو اللي يستغل الفترات أو آسف يستغل الحوادث اللي بتحصل يوميا في أنه يوجهها للتربية مه. في حوادث كثيرة بتحصل آه إحنا كمسيحيين لا نؤمن بفلسفة القضاء والقدر بكل تاكيد اه نعم فلازم نفهم اولادنا ان في دروس من وراء الحوادث يعني لو حتى حصلت حادثه وازاي احنا ربنا انقذنا منها ده درس كبير قوي اقدر استغله واكلم عيالي عن حمايه الله لينا آه موقف كان صعب وربنا ادى البابا حكمه في انه يتصرف في الموقف ده بطريقه معينه لما يخلص الموقف ده ممكن الام او الاب يقعد مع الابن ويفهمه احنا عملنا ليه كده في الموقف ده فده التعليم يعني عايزه بس ذكاء من الاب والام انه يستغل الاحداث الجايه، خبر جه في الجورنال، خبر جه في التلفزيون، حادثه معينه حصلت واتقلبت عليها الدنيا، كل ده ممكن استغله في اني اربي اولادي، دي اسمها حضرة آه. القسيس رائع جدا عشر طرق جمال قوي وبعدين جاني سؤال لحد بيقول أنا ممكن نستخدم طريقتين ثلاثة كان هل ممكن نستخدم العشرة فإيه رأي حضرتك أنا بقول أنه بقدر استطاعتك حاول تنفذ اكبر عدد من هذه الامور اسمر آه. على, قد ما تقدر على قد ما تقدر بالوزنات اللي في ايديك اه نعم آه أصل كمان أخلي. مره لقيت حدث اعرف استفيد منه يعني. مره ثانيه هو يعني انا مش كل يوم بعمل حاجه اخلي العيال يشتركوا فيها يعني. لكن لو تواجدت حاجه ممكن اخلي الاولاد يشتركوا معايا يشتركوا لكن اللي لازم يفضل على طول التعليق او التربيه بالقدوه والتربيه بالحب. دي يعني عايز اقول ده اللي ما آه. مفيش اختيارات ده مفيش اوبشن مش... ده, ده مفيش حاجه تيارة. الزامي. بالظبط. نعم. انما الحاجات التانية كلها بحسب ما يتوفر ليك وبقدر طاقتك تقدر تنفذها. نعم. المشاركه والاحداث وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها ده هي بقدر ما يتيح ليك الظروف او المواقف ولكن كله 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 تحت لواء من القدوه والحب. دول اهم حاجتين الطفل لازم لانه ممكن يكون عندنا ايام ما فيهاش وقت فراغ. لكن لو تواجدت ايام فيها وقت فراغ، يعني ايام المدرسه عموما اللي بالنسبه للاولاد ما اي وقت فراغ خالص الوقت بعد وان كان مهم قوي هنتكلم ان ازاي الطفل يلعب في في حتى طفل المدرسه الابتدائيه لانه ده حاجه مهمه، لكن عايز اقول انه مش دايما عندنا وقت فراغ كبير. صح. لكن دايماً إحنا محتاجين للحب دايماً إحنا محتاجين للقوة خلينا حضرة القسيس نشاور بقى على بعض الأخطاء اللي بعتبر إنها اتكشفت قدام أمور نعم. يعني تربوية كتابية سوية لتربية أولادنا في الحاجات اللي حضرتك قلتها بالتأكيد لكن خلينا نشاور برضو على بعض الأخطاء اللي يجب أن ننتبه أنا أنا هقول خمس حاجات في يعني شوف الحاجات الحلوة كانت عشرة نعم. نشكر ربنا الحاجات اللي مش كويسة خمسة نعم اول حاجه التدليل الزائد ده اسلوب خطا جدا في التربيه لاحظت ان احنا قلنا في النص الاولاني من الحلقه لما قلنا انه ام جون ويسلي كانت بتكسر فيهم روح العناد لكن مش بتدلع دلع زياده أه او البنات يحتاجوا لدلع اكتر من الولاد شويه ممكن ده كان برضو سؤال جاني عنف ولا مرونه فده آه. رائع يعني آه. على السؤال ده ال ال الولد لو اصرفتي في تشجيعه وتدليله يبوظ البنت لو اصرفتي في تشجيعها وتدليلها تنجح ف آه بس برضو الاصراف في بتوازن. حدود بتوازن اه لان التدليل الزياده سواء للولد او البنت اصلا مش حلوه طبعا آه. والبنت بس اكتر انا بشبعها لا اه, بال... آه وغير كده البنت النفسية. اه كائن يعني رومانسي اكتر ده اللي عايز من... اقوله آه آه فهي محتاجه اكتر آه عواطف ومشاعر فمحتاجه اكتر مشاعر وعواطف كده لكن الولد عايز اه, آه في برضه تدليل في مشاعر, مشاعر آه, اه لكن ما تصرفش فيها لانه هيبقى ضرر عليه ال 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 الحاجه الثانيه اللي مش كويسه اللي هي الشده الزائده ما هو الزائد والناقص اخوات بالظبط اه فاحنا بنقول انه آه يعني مارتن لوثر كان دايما يقول ايه حط جنب العصايه بتاعتك تفاحه يعني زي ما انت بتستخدم العصايه في اوقات علشان تربي لا في اوقات لازم تدي فيها مكافآت حلوه قوي دي اه فخلي التفاحه دايما جنب العصايه ده مارتن لوثر فالفكره حاجه هي, هي فكره جميله انه لا تدليل زائد ولا قسوه زائده. القسوه في وقت القسوه ولما هنيجي نقول في العقاب ازاي ننفذ العقاب ازاي نعمله بحيث ان الرساله اللي توصل من خلاله تكون حب وليست كراهيه. نعم. يبقى التدليل الزائد والقسوه الزائده. كمان الحمايه الزائده. ده اسلوب خاطئ جدا في التربيه. ليه؟ الحمايه الزائده هتطلع طفل غير مستطيع ان يتكيف بسهوله مع الاخطار اللي في المجتمع. هو دايما عايز حد يحميه. عايز دايما حد يكون واخد باله منه. عايز دايما حد يوفر له الحاجات اللي هو بيحتاجها. فالحمايه الزياده دي تطلع طفل معوق من ناحيه الامن. مش هيستحمل التجارب، مش هيستحمل اي مواقف صعبه، مش فالحمايه الزائده تضر اولادنا. في اباء بيكون عندهم الحته دي يعني زي هاجس مرضي ان بيحوطوا على يعني انا فاكر احدى الامهات عشان من كتر ما هي خايفه على اولادها من البرد كانت تلبسهم الملابس الداخليه تحت اللحاف او تحت البطانيه بعد ما تكون كوتها عشان تكون سخنه فلما يطلع من الحمام يلبس الفانيلا ويلبس الملابس الداخليه تكون سخنه وتلبسها لهم تحت البطانيه امور سياده مبالغ فيها اه مبالغ فيها الى حد كبير كلنا بنخاف على اولادنا وكلنا لكن دي حاجات لازم تكون معموله بعقل كتير قوي نمرة اتنين ما نخافش عليهم قوي لأن هم هيتقابلوا بحاجات صعبة وممكن من خلال المواقف اللي بتحصل في المواجهات ده هي تنعلمهم إزاي يواجهوا أي أمر صعب فيبقى التدليل الزائد الشدة الزائدة الحماية الزائدة في بقى حاجتين سيئين جدا في بلادنا الشرقية التفريق بين الأبناء لا. من أسوأ ما يتعرض إليه الأبناء من تربية ومن أسوأ النتائج اللي بتنتج عنه يقدروا يجنوها نتيجة الفعل أديلك مثل كتابي صارخ يعقوب دل يوسف لما الولاد استفردوا بيوسف شوفي عملوا فيه إيه رموه في الجب وكانوا موتوا وبعدين باعوه للإسماعيليين انتقموا منه شر انتقام زرع الروح الانتقام آه لأنه هو ذا صاحب الأحلام واللي لابس قميص مختلف عننا واللي باباه مميزه عننا انت واخده بالك فالتمييز ده بيخلي الاولاد يكرهوا بعض وممكن يولد جواهم عنف وممكن يحصل فيها انتقام حاجات خطيره قوي 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 بنحذر منها اذا التفريق بين الابناء في غايه الخطوره لازم يكون عندك الاولاد والبنات اولادك ان كانوا اولاد بس او اولاد وبنات او بنات بس تكون مساواه الى ابعد الحدود الى ابعد الحدود بتهتم بده وتهتم بده فهنا هو دي حاجة مهمة جدا. نمرة خمسة المقارنة مع الزملاء أو الأقارب اللي من نفس السن. Yeah. يعني مثلا إيه؟ آه إبني في رابعة ابتدائي وإبن خالته في رابعة ابتدائي، فده مثلا جاب درجات وحشة في الرياضة، هو مش واخدين بالهم إن التاني جايب درجات وحشة في اللغة. بس إحنا نقوم ماسكين بقى إيه؟ قول له شايف إبن خالتك أحسن منك لأنه المقارنة ده هيطلع بيكره ابن خالته ويكره, ويكره وي... مش عارف كل اللي حواليه وهيكره آه. كل من افضل منه في اي, حاجة. في أي مجال اه اذا احنا مهم قوي عدم المقارنه احنا دايما نقيسه هو مع امكانياته او هو مع قدراته او هو مع الدرجات الحلوه والدرجات النهائيه اللي بياخدها لكن مش مقارنه مع حد تاني ايا كان لا زميل دراسه ولا احد الاقارب ولا احد الاخوات ده أخوك لما كان في سنك لأنه مثلا أخوه أكبر منه بسنتين ثلاثة مثلا وده ده أخوك لما كان في سنك كان بأبتك ده أخوك كان بيعمل كذا وانت بتعملش هذه المقارنات خاطئة جدا 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 أخطاء بعتبرها شائعة آه هي شائعة وخطيرة في بيوتنا نعم آه يجب أن ننتبه لها لأنه عايزين نقول لا يحمد عقبة خالص خلينا حضرة القسيس ندخل بقى على المراحل العمرية وكيفية التعامل مع كل مرحلة أوكي. إذا قدرنا نعمل طب خلينا الأول نقسم المراحل وبعدين نشوف طيب. ما يتبقى من وقت خدنا أي خصائص مع أي مرحلة يبقى كويس ال ال السؤال ده مهم أوي إحنا بنلخص تقسيم مراحل النمو بحسب تقريبا معظم المراجع العلمية بتقول إن إحنا عندنا ثمان مراحل أول مرحلة نسميها سنوات المهد أو مرحلة الرضاعة ودي تاخد من ساعة الولادة لحد سن سنتين. ودي ممنوع فيها العقاب. <applause> لأن أوه. هو اه غير مدرك لا. خالص. آه، تيجي بعدها الطفولة المبكرة وهذا ما نسميه سن ما قبل المدرسة الابتدائية، ما قبل المدرسة عموما. وده من سن سنتين لحد سن ست سنين. هنا بيبقى فيه عقاب ممكن بالضرب هنتكلم عنه بيحصل ازاي. و... وخصائص و كتيرة قوي في الفترة دي في نمرة ثلاثة الطفولة المتوسطة والمتأخرة ودي بتاخد من ست سنين ل 12 سنة غالبا بيكون الولد طلع منها بقى ايه على داخل على المدرسة الاعدادي فتبتدي معاه مرحلة المراهقة ودي نمرة اربعة مرحلة المراهقة وده هي من سن 12 لسن 16 دي اسمها المراهقة المبكرة في حاجة اسمها المراهقة المتأخرة واخد بالك دي من 16 ل 18 سنه وممكن تصل في بعض الاحيان ل 20 سنه مه. بس لازم برضو نقول للاباء والامهات انه بيختلف سن البلوغ في بين الاولاد والبنات البنات تبلغ قبل الاولاد مه. في اختلاف بين سن البلوغ في الاماكن الحاره والاماكن البارده لا. الاماكن الحاره الولد والبنت بيبلغوا جنسيا قبل الوقت بتاع البلاد البارده يعني ممكن لحد سن 16 سنه البنت اللي في اوروبا او في شمال اوروبا ما تكونش بلغت بينما البنت في صعيد مصر توصل وهي عندها 11 12 سنه تكون بلغت نعم اه بين الاولاد والبنات البنت توصل لسن البلوغ الاول و... فعشان كده الحاجات دي يعني احنا مش بنقول ان هي يعني النهارده الوقت خلص الطفوله المتاخره ودخل في المراهقه يعني لم تحسم ب... بطريقه ديت مش ممكن تتحسم يعني. بطريقه دي عامله زي الوان الطيف اللي الاحمر تلاقيه متداخل مع الاصفر فيقوم يطلع منهم برتقاني انت واخده بالك؟ ففيها تداخل بالظبط زي الوان الطيف، لكن هذا التقسيم الى حد ما بيحط لنا علامات على الطريق. سنوات المهد او الرضاعه من سنه من الولاده لسنتين، طفوله مبكره من 2 ل 6, طفوله متاخره من 6 ل 12، بعدين في مراهقه مبكره من 12 ل 16، المراهقه المتاخره ودول نعتبرهم مع بعض من 16 ل 18 او ممكن توصل ل 20. بعد كده هوت بتيجي مرحلة نسميها مرحلة الشباب ودي اللي مليانة حيوية دي بتكون الحقيقة من سن عشرين لسن أربعين نيجي لمرحلة تانية اسمها الكهولة مه. الكهولة ده لسه مش شيخ مش شيخوخة مه. آه دي من سن ست أربعين لحد سن ستين الشيخوخة تبتدي من ستين فما فوق إلى ما شاء الله مه. فالكهوله دي بيبتدي بقى ايه؟ الراجل طبعا مش هنتكلم عن الستات ملياش دعوه بشعرهم لانه معرفش اللي بتختلف اه معرفش اصلا لون شعرهم ايه لكن في السن ده بتاع الكهوله تلاقي الرجاله ابتدى البياض في الشعر يظهر في شعرهم شويه بشويه فحتى في اللغه العربيه سموه الاشمط، اشمط يعني من اختلط البياض بالسواد في شعره في مرحله الكهوله اللي هي من أه سن 40 من 40 ل 60 اه في بعض الاحيان بنتقابل مع شخصيات آه يعني فيها شذوذ عن هذه القواعد يعني احد الشعراء يقول لك ايه واذا بصرت به بصرت باشمطي يعني اختلط السواد بالبياض في شعره يعني في حوالي من 40 لايه واخده بالك واذا تحدثه تكشف عن صبي يطلع مخه صغير. بعد الحديث اكتشفت اه <applause> أردت ان تعرف شخص آه آه تحدث اليه. طيب دي دي, دي دي انتكاسات في الحاجه الطبيعيه اللي ربنا آه. خلقها الحقيقه. ده دي مراحل عمريه مختلفه وعرفنا ابعادها وكمان م. سنوات حدوثها. خلينا من البدايه بقى المرحله الاولى وكيفيه التعامل لا خليني قبل ما ادخل معاها اقول حاجه عملها راجل كان عايش هنا في كاليفورنيا اتفضل. على فكره. خايفه الوقت يخلص ما تخافيش اسمه <applause> اسمه ابرهام ماسلو. مصله ده اتولد في نيويورك سنه 1908، توفي في كاليفورنيا بتاعتنا دهية سنه 1970، يعني كان يعتبر معاصر، وعمل حاجه اسمها هرم مصلو للاحتياجات. <applause> هرم مصلو ده عباره عن ايه؟ قاعده الهرم قال لك انه دول اللي من سن سنه لحد سن ست سنين، اهم احتياجات عندهم هي الاحتياجات البيولوجيه، يعني الاكل والشرب واللبس والراحه، وبعدين خدي بالك كل شويه الهرم بيضيق. بي 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 فيجي بعد كده هو من ستة لعشرين قال لك عايز الاحتياج للأمان أكتر من أي حاجة بعدين نخش في المعدة من أربعين ل... من عشرين لأربعين العلاقات الاجتماعية في السن ده بيبتدي بقى إيه ابتدى يكون أسرة فالمهمة قوي عنده العلاقات الاجتماعية من أربعين لستين حاجة إلى التقدير بيكون بقى قضى عمر في التعب وفي الشغل وبتاع وجاء بقى الوقت اللي الناس لازم تقدر هو بيبقى محتاج لكده في ناس في السن ده لما ما بتحصلش على هذا التقدير بثمره امراض نفسيه صعب علاجها اكيد بتصاب آه. وغيره اه من الستين بقى فاكثر اللي هو تحقيق الذات يكون الانسان بقى حقق ذاته في شغله، حقق ذاته في اسرته، حقق ذاته في خدمته في الكنيسه وهكذا فبيسموه هرم مصلو للاحتياجات <applause> القاعده العريضه انه في احتياج للحاجات البيولوجيه <applause> وهو محتاج لل, لل... للتقدير وللتحقيق الذات ما هو برضه مرتكز على نفس القاعده بتاعتهم يعني لسه الاحتياجات ده. البيولوجيه هو محتاج لها نعم. بس مش بنفس اهميه وخطوره الاحتياجات البيولوجيه في سنوات المهد او الرضاعه او مش بنفس القدر بالضبط. احتياج بس آه. مش بنفس القدر فده بنسميه هرم مصله للاحتياجات رائع مهم جدا الاحتياجات النفسيه م. في المراحل العمريه المختلفه وخلينا نتكلم عن اساليب للتربيه في المراحل آه. العمريه خليني طب. بس أجي, اجي شويه للاول مرحله اللي قد يظن البعض أنها غير هامة أو أن الطفل فيها بيكون مستقبل سالم وبيتأثرش كتير اكتشفوا العلماء أن أخطر سنة في عمر الطفل هي السنة الأولى وأخطر مرحلة بيمر بيها هي السنتين بتوع مرحلة الرضاعة أو سنوات المهد هقول شوية حاجات علمية تفيد الأم وهي بتتعامل مع طفلها في المرحلة دي الطفل في السن ده دي بعض الخصائص اللي تهم الأم حاسة الرؤية عنده ما بتبقاش لسه قوية بتتدرب بعد كده مدى الرؤية عند الطفل الرضيع 30 سنتي وهي المسافة بين عينين البيبي وهو بيرضع ووش مامته فيقدر البيبي في السن ده يميز قوي قوي وجه مامته. احنا ككبار ما نعرفش نبلع ونتنفس في نفس اللحظه يعني انا علشان ابلع لازم اوقف التنفس علشان افتح الايه المريء لما اجي اتنفس يتقفل المريء ويفتح يقفل المريء حتى آه. يحدث عمليه لا الطفل سوار. في الشهور الاولى لحد تقريبا 3 أربع شهور أوه. بيكون الحنجره بتاعته نازله لتحت فيقدر يتنفس ويبلع في نفس الوقت غريبه ولسان المزمار بيقوم بنفس الدور بنفس في... آه آه حاجه جميله جدا يعني. وده بيشجع في بعض الاحيان الامهات ان هي مثلا مشغوله قوي تقوم حاطه له البزازه في بقه وسندها كده باي حاجه وهو نايم على جنبه تلاقيه الواد نعسان ومغمض وعمال بيرضع وبيتنفس في نفس اللحظه. لما بيكبر عن كده الحنجره بتطلع في مكانها العادي فالميزه دي بتضيع منه بعد كده لكن انا عايز اقول للامهات ايه ما تخافيش على الابن الابن بيتولد بحاجات فطريه انه لو وهي بتحميه جه على وشه الميه عنده قدره ازاي هو تلقائي ي ي يقفل التنفس بتاعه هو اللي يوقف التنفس كفعل ارادي المره دي مش لا ارادي آه لو جيت تحط ايدك في كفه ايده يقوم مطبق عليها ايده آه لما آه الاثاره على شفايفه بت, بت بتخليه محتاج ان هو يبتدي بقى يستخدم ايه القناه الهضميه بقى عايز ياكل ها. فتبقى تيجي الاثاره عنده من الفم وهكذا دي حاجات لو الام تبقى واخده بالها منها برضه هتريحها كويس قوي وهي بتتعامل مع البيبي طفلها. في السن ده ها. بس انا عايز اقول انه السنوات دي خطيره جدا عندي كتاب رائع لكاتبة ملهمه اسمها بربرا شاليمون كتبت كتاب بعنوان يشفي نفسي فبتقول انه نقلا عن قصة حصلت في القرون الوسطى مع الامبراطور فريدريك الثاني كان امبراطور روماني وكان ملك صقليه في الوقت ده الراجل ده جات له فكره مجنونه لو احنا منعنا عن الاطفال اي لغه قدامهم هل يا ترى لما هيطلعوا يتكلموا هيتكلموا لغه اللي كانت بيتكلمها ادم وحواء زمان ولا هيتكلموا بلغه خاصه بالجنه ولا هيتكلموا باليوناني وباللاتيني على اساس انها اللغات اللي انبثقت منها اللغات الاوروبيه كان عايز يوصل لحل فجمع 100 طفل حطهم في مصحه كده في مكان متطرف من المدينه واقام عليهم مجموعه من الممرضات وطلب منهم ما ينطقوش ولا كلمه قدامهم ينظفوهم وياكلوهم ويشربوهم بس لكن لا يشيلوهم ولا يهدهدوهم ولا يدلعوهم ولا يتلمسوا معاهم الحقيقه الراجل ده صدم صدمه غير عاديه لسبب بسيط خالص انه ال طفل ماتوا yeah. فاكتشفوا بعدها ب سنه عملوا بعض الابحاث فاكتشفوا انه الطفل في سنوات المهد مهم جدا تدليله مهم جدا تتكلمي معاه مهم جدا, مهم جداً مع التلامس معاه مهم انك تقعدي له في شعره او خده يجي على خدك وانت ماما وانت بترضعيه وانت بتلعبيه ده في غايه الاهميه عايز أقولك انه لا يستطيع ان يحيا او يعيش بدونها تخيلي م -م. فدي حاجه يعني كانت آه آه ال 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 يعني التجربه ده هي الراجل ده عملها في القرن ال11 وبعدها ب700 سنه سبع قرون آه العلماء اكتشفوا ان النتيجه اللي هو وصل لها هي تتفق مع العلم لانه الاطفال دول ما كانوش هيقدروا يعيشوا وهم مش فعشان كده بقول انه مهم أوي ان كل ما يحتاجه الطفل في السن ده لكي يكون صحيحا هو ان يلمس ان يحمل ان تقدم له القبلات والاحضان على وعلى التدليل والملاطفه على ما يبدو انه حتى وان لم تتوفر عناصر اخرى كثيره يبقوا دول كفايه بالنسبه له اساسيين يطلع سوي رائع لكن غالبا الابناء اللي ما تمتعوش بالمميزات دهيت في سن بالذات السن بتاعت المهد او سنوات الطفوله المبكره الطفل ده بيطلع غير سوي في المجتمع بالتاكيد يطلع غير سوي وممكن يكون عرضه لامراض نفسيه وحاجات كتيره قوي قوي احنا شفنا في التجربه بتاعت الراجل ده انه ال طفل ماتوا ال طفل ماتوا واخده بالك فدي حاجه خطيره الى حد كبير فلازم كمان حاجه كمان تشجع الناس احنا مدركين ان الطفل ممكن يتاثر بالتصرفات بتاعتنا. لكن مش مدركين انه ممكن يتعلم اكثر من لغه في السن ده. قريت كتاب بس اعتقد انه مبالغ شويه بيقول انه ممكن الطفل في سن معينه يتعلم سبع لغات مختلفه. وان كان ده في انا حاسس ان في شيء من المبالغه يعني لكن عايز اقول انه ممكن الاطفال يتعلموا اكثر من لغه. ابنائنا اللي جايين معانا من مصر مثلا من الشرق بيتكلموا عربي وبيتعلموا في المدرسه انجليزي فبيطلعوا بيتكلموا اللغتين صحيح ما بيكتبش ويقرا بالعربي لكن عنده لغه تخاطب ممكن يتكلم باللغه العربيه فالفكره هنا انه آه ودي حاجه مهمه الحقيقه انه الطفل عنده امكانيات احنا ممكن ما نكونش مدركينها قوي الامكانيات دي هتساعدنا واحنا بنربيه ان احنا نطلعه اكثر كفاءه واخد بالك آه دكتوره كلير فهيم واحده من ال 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 الطبيبات النفسيات في مصر اللي تخصصت في طب الاطفال او علم نفس الاطفال قالت انه الهزات النفسيه اللي بتحصل للطفل في السن ده بتتخزن عنده في عقله الباطن <applause> وقالت حاجه مهمه قوي قالت انه الطفل بيحتفظ بالخبرات السلبيه اكتر بكتير من الخبرات الايجابيه قالت لأن الخبرات السلبية بتتحدث لي بصوت مرتفع بينما هو سهل عليه ينسى الخبرات الإيجابية والملاطفة واللحظات السعيدة لكن مش هينسى أبدا اللحظات الألم اللي مر بيها واللي لو كانت ضخمة لدرجة ممكن تكون وهي في اللا شعور في الصغر في وقت ما من, من الأوقات تعمل شخص غير سوي أو مريض نفسياً وهي قالت انه في الحالات القصوى بقى يعني لما تصل الحاله ديت لحاله مرضيه قوي ممكن يصاب بالجنون. لو اثرت عليه. لو كان التاثير ضخم يعني فهي حالات قد تصل الى فعلشان كده بتقول انه في بعض الاحيان لازم الطب النفسي او الناس اللي هم عندهم فكره بـ بـ بالاطفال الاطفال اللي عندهم صدمات صادمه من النوع ده قد يحتاجوا الى علاج نفسي. نفسي. انه الدكتور الذكي اللي هيطلع الخبره السلبيه دي من لا شعور يطلعها على السطح فيضيعها لكن لو فضلت كامنه في اللا شعور عنده ممكن تاذيه وممكن يصاب بالجنون آه لان العقل البشري اصلا جبل على انه يضخم الحاجات السلبيه زي ما قلت آه خصائص مرحله المهد ودي تهمنا قوي عند الطفل في السنتين الاولانيين دول اربع خصائص فسيولوجيه او وظيفيه اول حاجه الفطام ودي اول صدمه بيمر بيها تاني صدمه التسنين بيعاني فيها ألم كتيره ثالث حاجه المشي رابع حاجه الكلام فهو بيمر بسلسله من الحاجات دي المظاهر دي بتسيب في الطفل اثر كبير قوي يعني مثلا، خليني آخد واحدة واحدة كده بسرعة. لو تم الفطام بطريقة سيئة هيعمل للطفل عقدة. فالفطام لازم يكون تدريجي ومش بقسوة ومش فجأة ومش بالعافية لكن لازم ياخد وقته. يبقى في نفس الوقت وهو لسه بيستخدم الرضاعة بقدم له أكلات صغيرة ويفضل أزود شوية الأكلات وأقلل شوية من الرضاعة لحد ما يبقى بياكل بس. لكن خطر جدا وتعمل عنده صدمة مش حلوة خالص لو الفطام تم بطريقة عنيفة أو فجأة أو بطريقة مش كويسة التسنين الطفل بالذات مع كل سنة وكل ناب وكل درس بيطلعوا في الأول دول بيسببوا له آلام غير عادية وارتفاع في درجة حرارة لازم الأم يعني تقريبا الأمهات مش محتاجين لتوصية في الموضوع ده يعني أنا كل الأمهات اللي شفتهم أبنائهم تعرضوا لكده بياخدوا بالهم قوي وبيحاولوا أن هم يتعاملوا مع الوضع ده لانه هو وضع طبيعي بس بيبقوا مدركين ان الطفل بيتالم وازاي يحاولوا يخففوا عليه الالم في الفتره دي المشي عايز اقول لكل الامهات اللي عندهم ببيهات في السن ده لا يوجد طفلين زي بعض تماما في الموضوع ده يعني في طفل يحبو الاول وبعدين يمشي في اطفال بتمشي على طول مش شرط في اطفال يحبي بايديه ورجليه بطريقه معينه في طفل تلاقيه بيحبب بإيد واحده، مفيش طفلين زي بعض. وده كله طبيعي، يعني الفكره انه عايز اقول للأمات ما تتخضيش او تتضايقي لما تلاقي ابنك بيحبو او او بيعمل اي حاجه من الحاجات اللي هي الطبيعيه دهيت بالنسبه لك انت، لا ده كله يعتبر طبيعي، مفيش طفلين زي بعض اطلاقا في الحاجات دهيت. هي. واللي هيلاحظ وعنده خبره وكده ممكن ياخد باله في الموضوع ده. هو بس المهم أن الطفل في أول ما بيتعلم المشي عنده شوية خبرات مؤلمة أنه بيقع كتير وهو بيقع كتير قوي عندنا في مصر حاجه مش مظبوطه قوي ايه نقعد نضرب الكرسي اللي هو خبط فيه على اساس ان الكرسي يطلع الولد حاسس ان الكرسي هو اللي دايما الغلطان الارض هي اللي غلطانه وهو يعني ما بيعملش حاجه خالص غلط لا لما هو يخبط في حاجه لازم نفهمه ان هو غلط وانه خبط وياخد باله بعد كده وازاي نقومه وازاي نمشيه وازاي نجيب له مشايه ونجيب له الحاجات دهية الكلام آه آه عايز اقول انه تقريبا الطفل في نهايه عامه الاول يكون يقدر يخزن ويحفظ حوالي 40 كلمه في السنه الثانيه هيزيدوا قوي قوي ميات بعد كده هيبقى الاف الاف الكلمات لكن على الام انها ما تستعجلش قوي او تتخض قوي لان لكل قاعده استثناء <applause> في اطفال بيتاخروا شويه في الكلام آه يعني ممكن في, في امريكا هنا لانه في البيت بيتكلم بابا وماما بالعربي لان هم جايين وفي التلفزيون وكل الحاجات اللي هو بيشوفها بيتكلموا بالانجليزي ممكن يتاخر شويه في الكلام لانه بيتعلم لغتين في نفس الوقت <applause> ولكن مش ما يخافوش ما فيش, ما فيش حاجه مضاده، هو هيتعلم الكلام هيتعلم كلام وهيبقى لما يتعلم الكلام مش هيعرفوا يسكتوه. <تصفيق> <تصفيق> حضرة الاسيس باقي اربع دقائق من الحلقه ونفسي اعرف قوي كيفيه التعامل مع الولاد دول من حيث التربيه. سنتين وبيشك البعض ان هم ما بيستوعبوش. ايه راي حضرتك؟ هو فضل. بس لازم افهم انه الاطفال دول اولا يتميزوا بان هم عندهم انانيه شديده ولكن ده مش مش سوء اخلاق. هو ما يعرفش غير ان لو البزازه او الحاجه دي بتاعته هو يفضل ماسكها في ايده لو حد خدها منه يعيط هو يتميز بالانانيه بت بي لازم يعرفوا انه عنده تقلب مشاعر ممكن وهو بيعيط ولسه دموع على خده تلاقيه بدا يضحك فعنده تقلب مشاعر عنده حده انفعالات ويتنقل بسرعه من الضحك للبكاء لو انا مدرك لكده هعرف اتعامل مع السن ده هبقى مش بستغرب كده او بتاع كمان نمو النمو الاجتماعي محتاج لانه الطفل في السن ده ما يعرفش يلعب مع حد يقف يلعب مع نفسه بس يعني لما ترمي له الكره يقوم ماسك الكره واخدها في حضنه وبعيد عنه ويقوم ماشي بعيد عنك وانت متخيله انك انت لما هتدي له الكره هيديها لك تاني لا مش هيعمل كده في السن ده ما يعرفش يعمل كده لان هو اناني وما يعرفش غير انه يلعب لعب انفرادي فعشان كده بناخد بالنا ان الالعاب في السن ده تكون بلاستيك ما تكونش حاجه بتجرح ما تكونش ودي حاجات اه معروفه لكن عايز اقول واجبات الوالدين في المرحله دي يايدوا استقلال الطفل في المرحله دي من حيث ان الملابس بتاعته تكون ملابس خاصه وتاكيد نوع جنسه يعني ما ينفعش الولد تلبسيه لبس البنت او البنت تلبسيه لبس الولد لان لو عملت كده في السن ده لما يكبروا هيبقوا جيز اللي احنا نعم. بنرفضه تماما نعم. يطلع الولد مخنس والبنت مسترجله ويطلع بقى ايه اللي هو ممارسه الجنس نعم. من نفس الجنس ده بيبقى خطأ في المرحله دي نعم. لأنه في مصر يقول لك إيه بتلبس الولد لبس البنت قال علشان يعيش، كويس؟ خرافات كتيرة قوي في مصر كنا بنقولها. توجيه بنوجه الطفل للأمور اللي محتاجة معاونة، إن دي مش هتعرف تعملها لوحدك لكن ممكن حد يساعدك. منع التخويف أو الإثارة. مهم أوي إن إحنا ما نخوفش الطفل. نلاحظ إن إحنا في مصر الأطفال بتوعنا بيخافوا من القطط ومن الكلاب، هنا بيتعاملوا معاهم مع الحيوانات بكل لازم ما نخوفهمش وزي ما قلت ان يكون في اتجاه جنسي سليم من حيث اللبس بتاع هختم بحاجه صغيره قوي وان كان لسه الموضوع فيه شويه كلام نعمله له مراجعه المره الجايه لكن عايز اقول انه اللي خلى موسى النبي يطلع رجل عظيم السنوات اللي قضاها بيرضع من مامته لما اخته وقفت قدام بنت فرعون قالت لا اجيب لك ليه مرضعه من العبرانيات فهي اللي رضعته ف... كل المفسرين والكتاب المسيحيين بيقولوا ان تاثير مامته في سنوات الرضاعه هو اللي عمل منه موسى اكبر مشرع في التاريخ واكبر مخلص عدى بالشعب من في البحر الاحمر الحقيقه غير عادي التاثير التي الذي احدثته ام موسى في ابنها عشان كده يقول بالايمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن, ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى كان يرى من لا يرى لو عملنا كده في أولادنا هيشوفوا الله امين حضره القسيس نفسي يعني في عجاله نرفع الصلاه جميل. مركزه من اجل كل اب وام سمعونا النهارده في اسم يسوع بيتفعل لديهم كل الكلام اللي سمعوه لكن كمان من اجل ام طلبت صلاه الزوج يعني انفصل عنها هو حد صعب خالص بس بيحاول انه يستميل الولاد بدفع فلوس ليهم فبنصلي امين الرب يدي حكمه وارشاد أمين. والعيله دي الرب يصلحها اتفضل امين حتفضل. امين يا ابونا السماوي بنشكرك من كل القلب بنشكرك لاجل كلمه الحياه التي بين ايدينا من اجل ان كل الكتاب موحى به وصالح للتعليم والتوبيخ صالح لكل شيء نشكرك نشكرك يا رب لاجل النور اللي وصلنا والتعليم اللي انت بتديه من خلال كلمه الحياه لكن نطلب في هذا المساء يا سيد ان تعطي الاباء والامهات سلطان اكثر على حياه اولادهم الروحيه ان تسيج حول اولادهم يا سيد سياج نور ونار حمايه خاصه من عندك انت في البلاد دي يا رب احنا ما نقدرش نحمي اولادنا لكن انت وحدك اللي تقدر يا رب تحميهم من كل سوء من كل شر وشبه شر يعني. ادي وعي للاباء والامهات اديهم احساس بالمسؤوليه تجاه تربيه اولادهم وفي نفس الوقت يا رب خلي الاولاد دول يكبروا في الايمان قدامك ليكونوا ابطال ايمان في يوم من الايام بارك كل شيء يا سيد في حياتنا المجد اسمك لاننا نفعل هذا اذا صنعنا ذلك مع الاطفال او مع اي شخص كاننا نصنع معك علمنا يا سيد كيف نرضيك في اولادنا وفي كل ما تمتد اليه ايدينا ليس لصلاح فينا او لبر فعلناه لكننا نسال في استحقاقات دم يسوع ان تجعل الاباء والامهات يا سيد يكونوا عنوان لجلالك ان الاباء والامهات يعكسون صورتك لاولادهم لكي يكبروا في الايمان وفي معرفه اسمك العظيم القدوس نسال الكل في اسم يسوع بكل ثقه البنين انك تسمع وتستجيب ولجلالك كل المجد امين 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 حضرت الاسيد شكرا جدا لوقتك ولوجودك معنا بنصلي ان الرب يباركك ويستخدمك في كل مكان توجد فيه أحبائي بهذه الكلمات نكون وصلنا لنهاية حلقتنا صلاتي أن يبارككم رب ويرعاكم ويحفظكم وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل